اسود على كل ظالم. الكبير 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 يا امر جلابك لقينا نبي حسك في ويليام ولس بتاع بريف هارت رايح جاي عم تكلم وانت عم تلعب الحنش. لا 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 يا كبير، ده انا جلابك كنت بعمل فايبريشن عشان الحرب. انا مش قلت مليون مره نقفل موبايلاتنا واحنا بنحارب؟ ها اشرف، ها قافل موبايلك ولا لا يا اشرف؟ قافله يا كبير. ها مش كيفك، كيف جلوس الطين؟ انا لو قعدت اهزك فيك للصبح ما حنحاربش ولا نتيل على حنينة. يلا يا رجاله اجهزوا جزوا جاهزين جاهزين يا كبير. حمدان لا ما ناويش. إذن فهي الحرب هجوم. يوم تاريخي هزمنا فيه المطاريد وضربناهم بقبضة من حديد. خلاص فرفشوا، ما عدتوش تدفعوا الاتاوة تاني لحمدان ورجالته، لأنكم من النهاردة في حمى الكبير 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 الكبير. الاتاوة دي حتبكوا تدفعوها لي يعني، بس بزيادة طفيفة قد كده 50%. كيف يا كبير؟ طب ده احنا كلنا بندفع 50 جنيه للبطاريه، وكلامك معناته اني اللي هندفع 75 جنيه. انا ما قصديش يا كبير، خلاص مش هتكلم تاني. المهم هتروح من ربنا فين؟ اه
عقلك في راسك هتعرف خلاصك، هتسمع الكلام هيحطك في حباب عيني، هتعارض هيكون مصيرك زي الكلب اللي لسه مفارقنا دلوقك يا فزاع. امري جلابك. I don't think that's gonna happen, King. الجويستيك. الجويستيك يا هديه. ليه؟ وانا عملت ايه طيب؟ انا مش قلت لك 100 مرة ما تمديش يدك على البلاي ستيشن؟ من ساعة ما قفشتك وانت بتلعب بمصارعة حرة؟ ومالها المصارعة الحرة؟ مالها؟ الرجالة فيها كيف التيران طول بعرض وما سترينش نفسيهم الا باندرات بفتة. طب ما انت بتلعب بيهم. لا، أنا بلعب بالأنترتيكر، ده راجل محترم وما يقلعش خلقات تواصل. بعدين أنت مالك، أنت مالك جيمز يا حرمة؟ يا سلام، بأمارة السوبر ماريو؟ مش أنا اللي معدية لك الوحش بتاع الليفل اللي فات؟ أبو زعنوفة؟ لا، أبو أربع دراعات. قعد افتت وتنيل على عينك. ألا قولي لي صح، إيه اللي سوين اللي عم تنوح كيف البوم ده؟ واه، نسيت أقول لك يا كبير، الدكتور لسه ماشي من عند ابوك دلوق وبيقول ان حالته صعبه قوي وعلق له محلول، وابوك كل اللي على لسانه الكبير فين الكبير فين الكبير فين. وكل ده وساكته يا بقره. بسم الله الرحمن الرحيم. قرف يقرفك، تبكي ليه يا رجل انت؟ الكبير قوي ماله؟ بيطلع في الروح. تقولها في وشك ده يا ملف السعد، غور من وشي. هو عاكد حسبا علي. حسبي الله ونعم الوكيل. ابوي 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 فيه يا ولدي؟ هتموتني بعد الشر عليك يا ابوي. الحقني يا ولدي الحقني، روحي بتنسلت مني. ما تقولش كده، في سر كاتم على صدري كيف الحجر الكبير ولازم ازيحه. زيحه يا ابوي. الحجر ده كبير قوي كيف حجرة الاهرامات. زيحه يا ابوي، انا معاك. مش حتقدر يا ولدي، ده تقيل قوي. خلص يا ابوي وزيحه. ابوي 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 ولدي، خلعتني يا ابوي، قد ايه حموت قبليك. اسمع الحكايه دي زين يا ولدي، وانا شب قدك قد ايه كنت شقي حبتين وكنت خاربها لدرجة اني كنت بندل مصر كل جمعة عشان اقضي الويك، وكنت انا النتيجة يا ابوي. يا ولدي سيبني اكمل يا ولدي، هموت منيك. كمل يا ابوي. الحقيقة يا ولدي ان الولية الامريكانية دي تبقى امك صح، وامك دي خلفت من طوب الارض وما كانش ناقصها للواد الامريكاني الصعيدي دي، وانا وبلا فخر اللي عملت كده. ارتحت يا ابوي، شلت الحجر من على صدرك وحطيت على صدري انا امي خلفت من طوب الارض، وانا اللي كنت فاكر ان الطاهره دي ما حدش شافها ولا حتى انا، يطلع العالم كله شافها. يا ولدي دي مش امك، دي مخده وانا ملبسها اسود. امك الحقيقيه بح يا وقع مربربه. اسمعني عاد يا ولدي، الحكايه لساتها ما خلصتش. الحجر الحجر حيموتني يا ولدي. محروق الحجر. يا
احنا قده يا بيبي، العيله عندنا كلها قده، اول يوم المعزون ثاني يوم الدايه. وبعدين يا بيبي انا عارف انك مستعجل وعايزه تعودي بلدكم بسرعه. وجيت انا للدنيا ويا ريتني ما جيت. لا ما جيتش لحالك. كيف جيت؟ اتنين في بطن واحده. يعني ايه اتنين؟ يعني التوينز يا ولدي. توينز in two days. لا يا عمده، احنا ما اتفقناش على كده. I need only one baby. خلاص خد انت الواد الاصفر ده وانا اخد الواد العكر ده، يمشي معايا في البلد. ياخد ياخد علي وشنباته. بس كيف انت تشي يا بيبي؟ شفت اخترتك كيف يا ولدي وسبت اخوك لما تاخده وتسافر. محروق اخوي على امه الامريكانيه على كل الكليله. ما كانش لازم تحكي لي الحكايه دي. واصل يا ابوي. كان لازم احكي لك عشان اكمل واقول لك على اخر حاجه. انا خلاص يا ولدي بموت، وعشان ارضي ضميري قدام ربنا شديت لاخوك في امريكا اس ام اس وبعت له رساله على الفيسبوك عشان ياجي وياخذ نصيبه بشرع الله وحقه في كل شيء. حقه؟ الواد ده ملهوش حق هنا، ولو عدت بالمزاريط حقتله. حسبي الله ونعم الوكيل. يا مرن يا مرن اهرب الدويمات اهرب الدويمات. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. Every move I make, every single day, every time I pray, I'll be missing you. عزمة في قبرة وانت عم تزغرتك في البهيمة؟ الناس تقول عليها ايه؟ معلاش يا اخوي والنبي ما قصديش، هي بس الفرحة بقدوم اخوك جوني نستني. حقك علي يا كبير. ثانية واحدة، مراتك؟ ايوه. بنزل. انتوا فاكرين هعمل ايه؟ انا كنت بس حبوسها. تبوس مين يا دي مخبل انت؟ انت فاكرها خالتك؟ اتنين اقعد اقعد. اسمك ايه؟ هدية. اسمي هدية. So cute. I love your style. Your hair. اتنين ليمون يا فزاع. لحسن القعدة شكلها هتطول وتحلو. امر جنابك. اتنين ليمون يا اللي في المطبخ. اتنين ليمون ايه يا جحش يا ابن الجحش؟ ايوه صح، ليمون يهدي. انا موصياهم يحضروا العشاء. بقول لك ايه؟ ما نكسرش غباوي. قسما بالله اللي عينطق عتوية. تعال انت عاد يا بسكويتي. يس برو. لا والنبي كلمني عربي عشان بخاف. بتخاف لي برو؟ يعني اخويا. انا اسف ما عرفتكوش على بعض. ده توماس ماي بيست فريند ومدير اعمالي. دي اشلي اخته واخته، بس هي شفتك معنا فجبناها هنا معنا. ما يضرش قصره. عاوز ايه؟ بص من الاخر كده، انا جاي النهارده عشان زي ما بيقولوا في الامثال المصريه عندكم القديمه، نلم حاجه كده نحطها على حاجه تاني. ايوه نلم الموكوس على خايب الراجع. لا لا انت تسكت خالص، انا ما كلمتكش، انا بكلمه هو. قصدي نلم تو كانتريز، كانتري نحطها على كانتري تانيه. قصد اسم الله على مقامك تلم الشامع المغربي، بيقول لك كانتريز. اكزاكتلي. ما شاء الله انت، غير انك ستايلك تحفه
كمان ذكية يا مصبر الوحش على الجحش. كام داون برو تشيل. يعني لازم نبقى هادين واحنا بنتكلم في موضوع الميراث. ميراثيه ميراثيه انت قاعد مع كيس جواف وياك. اي حد معدي يقول لي ليه فرصه ابوك اقول له تفضل وصدقه دني طخه وطخه ثاني كمان. ما هيبقى مات اوريدي. ايه البوينت؟ انت عايز تقنعني ان دادي ما قالكش؟ لا حكالي يا خفيف حكالي، قال لي ليك اخ واحد بس مش برص وخنفستين. احنا خنفستين؟ يعني هو انا اللي برص؟ ليش عرفني؟ مش يمكن تكون جاي رامي بلي؟ حقك دي معك حق فيها. توماس يا جيرن بوي. اوكي بص يا كبير، دي شهادة ميلاد خرجت من مكتب صحة كلود بيك باسم جوني الكبير قوي وبنفس تاريخ ميلادك. ده تحليل الدي ان اي من تكساس بيثبت ابوت الكبير قوي لجوني، ودي البصمة الوراثية لجوني ولسيد الوالد، والاثنين متطابقين تماما. الشهادات دي كلها معتمدة من الام بي اي او منظمة الصحة العالمية. الورق ده تبل وتمسح به لمؤاخذة. ها ها قفاك اذا كان كده. معلش ده انا طخكم والدبان الازرق ما يعرف لكوش طريق جرة. ايه طخنا دي؟ انت شايفنا فرخات قدامك؟ ما تخلينيش اوريك الوش التاني، انا ممكن اوريك الويل وظلام الليل. او ماي جاد ده ارهاب. ما تنساش اني امريكان سيتيزن وممكن بتليفون واحد للسفارة اقلب الدنيا ابسايد داون. يا جماعة صلوا على النبي، كده ده انتوا اخوات. خلي الجماعة يريحوا في اوضه الضيوف واحنا كمان نطلع نريحوا في اوضتنا عشان احنا تعبانين طول النهار. طبعا ما تغمزي لي ليه؟ حفهمك فوق. ادينا فوق اهو. عاوز ايه؟ اهدى بس يا كبير، كده ووزنها بالعقل. ده ممكن يقلب الدنيا زي ما قال ابسايد داون. ده امريكاني امريكاني. وانا مزاريطي مزاريطي مزاريطي، ممكن ازريطها على اللي فيها واجيب عليها واطيها وفوقيها تحتيها كمان. شوف يا كبير، لو خلصنا عليه دلوق ايه اللي هيحصل؟ كل خير. لا مش كل خير طبعا، اكديها هتتقلب علينا الامم المتحده ودولك ما بيتفاهموا شيء، يضربوا النووي عدل. نووي؟ طب وانا اعمل ايه دلوقت؟ اسيبه ياخد نص الورث؟ لا مش النص، هو يعرف منين قديه ورث الكبير قوي. قصدك اديله حسنته وبعد كده اصرفه. الله ينور عليك، ولا يؤذينا ولا ناذوه. يا بقرة. نزاع. قوم يا الفزيا. صباح الخير يا كبير. صباح الزفت على نفوخك. نهارك ابيض. أنا مش قلت لك ياض ما تغفلش عينيك من عليهم؟ حصل جلابك وعليا ما غفلتش عينيهم لحظة. لا يا شيخ، وهم فينهم دلوقتي؟ صحيوا من النجمة وسافروا. بوه، هتتكلم صح ياض؟ صح صح يا كبير، هم قالوا إنهم هيروحوا ياخدوا الراوند. هياخدوه منين غير من محطة القطر؟ أنت متأكد ياض إنهم قالوا هياخدوا الراوند ده؟ ومليت سمعهم بوداني دول يا كبير. غاروا في 60 داهية. أنا قلت كده برضك. ما يستحملوش عيشتنا وناموسنا وجاموسنا. غرياض غرياض، خليهم يحضروا لي الفطار ويبعتوني في البلكونه. امر جنابه، نحضروا لك ايه؟ عايز النهارده كنت ننتل. اسمع يا ود الناس، ابويا الحج قبل ما يموت بخمس سنين ادمن القمار. ريلي الكبير قوي واز جامبلر وفلاتي كمان، والناس كلها يا حبت عيني كالضحكه عليه. ما طولش عليك، المرحوم قبل ما يموت كان مشارك في دوره ويننج 11 وكان لاعب على الارض والدوار، والناس اللي كسبت الرهان كتر الف خيرهم فيتينا في الدار دي عقبال ما نلقوا مطرح قانون جديد. سو ربنا ألهمني بفكرك ده. دسيت عنيهم اسم الله على مقامك كم جاموسي على كم بهيمة عاملين 38 ألف جنيه وريال. حقك فيهم بشرع الله 19 ألف جنيه وبريزة بالتمام والكمال كده. توماس يا جيرن بوي. أوكي
آخر حصر لأملاك الحاج كبير قوي تم رصده من خلال مصلحة الضرائب لسنة 2010 وهو كالآتي: 12 فدان على الترعة، 10 فدادين ورا الترعة، ده بالإضافة للترعة نفسها، 5 جناين ليمون، 5 جناين برتقان، 5 جناين موز بلس الدوار، و10 أبراج في طوابق فيصل. الفدان على الترعة بيعمل 300، والفدان ورا الترعة بيعمل 200، والجناين والأبراج والدوار يبقى كده كله على بعضه about 6600. أنا هاخد 3 بس. 3 إيه؟ 3 مليون جنيه؟ قالوا لك عني دقك زرازير إياك، ده أنا طخك وطخ نفسي قبل ما أديك 3 جنيه. النووي يا كبير. والله لما يكون إيه؟ اعقل يا كبير، ده فيها خراب. إجديه هيعملوا حصار وهيقطعوا الكورن فليكس عنينا. أوه. وحقه إجديه إجديه بالمحاكم هياخده. فزاع. أمر جنابه. هات دفتر الشيكات. جاهز يا كبير. تفضل. تفضل. يلا يلا ساعدهم، مستعجلين، لم خلقاتهم عشان يلحقوا يروحوا. وانت يا اشرف ادي الطنبيل بتاعهم غسله نظيفه كده. تامر يا كبير. بس انا مش ماشي دلوقتي. ليه ما ماشيش؟ لسه بقيت حقي. حق ايه يا ابو حق انت؟ توماس. اوكي. ده تقرير من المستشفى بيؤكد ان جوني اكبر منك باربع دقايق، وبمستنى زي ده ممكن ناخد حكم في منت. بارك لي يا كبير، هبقى نيو عمده. او ماي جاد. قال انتخابات نزيهة. قال في المزاريطة ماشي يا ابن الحجة فوكس. أنا قد مش فايتك العشية بنتكلم عن الانتخابات، لحقت تعمل كل ذي هميته. الواد ده كأنه مخاوي فزاع. مبسوط، هذه آخرة العقد. امور جنابك. ايه اللي انت لابسه ده؟ ايه دي فليله. ما تصدقش يا كبير، الناس كلها في السوق هتقطع بعضيهم على فليله. اللي ما جوني بيه اعطاني تنين. جوني ايه؟ ما بلا ما اخده يا كبير. ايه المكتوب على الفليله دي؟ دي مكتوب: نعم نحن نستطيع ان نعملها. عملكم اسود ومهبب يا كبير. احرق الفلالين دي واجمع كل الرجاله في المخزن، قدامك 10 دقايق غور، واللي هيتاخر امسكوا السلك عريان. انت يا اشرف انا كنت براهن عليك، خيبت املي فيك. امسك السلك يا اشرف. سامحني يا كبير. خلاص يا كبير، اخر مره يا كبير. جزره وقطمها جحش. ده هيعلمك بعدك. ده ما تفوتش معاد الكبير واصل. فوتت معادي عشان خاطر في الليله. امسك السلك يا اشرف، والا انت عارف انا هعمل فيك ايه. خلاص يا كبير، حمسكه حمسكه. لا فيه السلك هاي. يا رجال بس يا زهبل انت، خلينا احنا نشتغل. تفضل جنابك. يا رجال الواد جوني اخويا ده داير يوزع هدايا وتصاوير على اهل البلد، وهم ما يصدقوا حد يديهم، فيقوموا يركبوه فوق روسنا ويكسبوه. قوم احنا بقايه نسكتوا؟ يسيبوه يبلطع؟ لا، احنا لازم نضربه، وضربتنا هتكون قويه. عبد الله. اهدي بالله ما شاء الله. أسرة سعيدة. عندك عيال؟ عيل واحد يا كبير. إيه صح. أها. فزاع. أمر جنابك. استمارة. تفضل. شوف يا سيد أبوك. طيب. هتحط الصحف خانة الكبير، ولدك هيرجع لك صاغ سليم. هتقل عقلك وتحط الصحف خانة جوني، يبقى مش هتشوفه تاني. أحب على قدك يا كبير. أحب على قدك يا كبير. أشرف. قوم يا كبير، هات الواد.
احب على قدك يا كبير، احب على قدك يا كبير. We hate you. We hate you. انت كنت فاكر انك هتكسبني في ارضي؟ يا ابني المزاريطه دي كلها في يدي. انا اديتك تشانس جامده جدي وانت طلعت ما تستاهلهاش. على فكره بقى انا هرجع في كلامي، لا في انتخابات ولا اي حاجه، وانا هبقى العمده. وش شوف يا ود الناس، الراجل عندينا هنا اضربت من لسانه، يعني لو رجعت في كلامك او لحسته ولا الناس هيصدقوك ولا هيرضوا بك من اساسه. يا ابن اللعيبه، يعني انت بتدخل لي من طب ده فير؟ ده اسمه عدل انك تكسب الانتخابات بالصوت والافتراء؟ تبقى انت كده كسبت. هو كده ده اخر كلام عندك؟ هو ده اللي عندي واخرك اعمله. لا هعمل من ناحيه هعمل ويا ما عملت قبل كده. وراح فين؟ راح فين؟ هعمل ليه؟ هعمل من ناحيه هعمل. اتفضل اعمل بقى. السلام عليكم يا كبير. باي. ايه هنجلبوها مناحة ولا ايه؟ ما خلاص يا كبير، اللي حصل حصل. يا ما دكت على الراس طبول. لا هتقعد كأنك اتميت. خد نصيحة مني يا كبير، كبر الجيه وروق الديه. ولا اللي هقول لك ولا ايه؟ بس تعرف يا كبير، الموضوع يعني يكدر ويزعل. ضعت لميك ولا عليك مطلق عيل اصفرك ده يقول لك انا اخوك. لو ايه ده ياخد اللي وراك واللي قدامك وفاقيه من عمودية كمان يسيبك كده لا حول ليك ولا قوة. طب هتعمل ايه؟ هتقعد تعجن وتخبز مع الحليم؟ بص يا باشمهندس، عاوز بيتي يكون بيعبر عن شخصيتي زي تاتوهاتي. يعني بص هنا جوني، بص مكتوبه ازاي، بص ليبرتيتي الخراطيش، يعني رجل شرقي مصري حتى الصميم، فاهمني؟ انا عايز بيتي يبقى كده، عايز الجيم يبقى الستايل بتاعه كده، عايز حمام السباحه يبقى هنا شرقي برضو، يعني مثلا ممكن اعمله ارابيسك. مش غريبه شويه؟ غريبه شويه ليه؟ انت ليه تقليدي؟ عايزك تتجنن، اتجنن معايا يا اخي شويه، مش ممكن قفلني. معلش اتجنن. ممكن نعمل برضو اقول لك العوامات مثلا على شكل قرص الجله. جله او طعميه وتفر، يعني اي حاجه اي قرص. ممكن يبقى مثلا في قدرة عايمه في البول، يعني جو شرقي. هو بتعمل ايه يا جزمه انت؟ وهو هم التمثال يا ولد. اهدى بس يا كبير، انا هفهمك. اتفهمني ولا نيله، لم المقاطيع دول واطلع يا اما هتخكم النار. لا ده مش حقك، مش حقك. انا ليه نص الدوار ده بالظبط؟ سيب الناس تشوف شغلها. ماشي يا بسكويتي. Very weird. المهم عايزين نعمل البول. يلا يا مناديح يا ولاد المناديح. رجاله احنا هنعاود نسيطر على البلد من تاني، وهنبدا من هنا الدوار، دوار الكبير اللي محدش هيقدر يهوب نواحيه. واصل مش الكبير اللي هيتلطخ على قفاه ويسكت، احنا هنضربه وضربتنا هتكون قويه وبقبضه من حديد. بقبضه من ايه؟ حديد يا كبير. ما بتردش. دين انا هجرب تاني. على فكرة انت اخوك كبير ده زودها جدا. هاي انا الكبير. لا زوني انا قصدي اخوك الكبير. يعني بتقفر تقول ال يعني ايه؟ هفهمها كده. يقصد النيك نيم. بالظبط النيك نيم. اوكي ايه ده؟ الف سلام عليك، انت داس على ايدك جرار؟ لا انا ما متعورش، دي دي زي دي. ايه ده كمان عامل لون شعره لون شعرك. ادرس بص انا بحبك عشان كده. بي يور سيلف مان. كيف يعني؟ في مثل مصري قديم بيقول لك ما تحاولش تبقى اي حد تاني غير نفسك. قدامي
قدام يا تفتوف انت. يا ربي يطلعني جو ونحمي جو لسه عنا شعري. الحق يا كبير الحق لقيت ايه؟ لسه عنا شعري بخلي. يا مرحب يا مرحب يا القطقوطة الشقرة ام عيبود ما هربتش معاهم؟ لا يا كبير استنت عشان تتلقى وعده. ده اخوك جوني. الو اشلي ايه ده انت صوتك عامل كده ليه؟ يعني هو البعيد ما عندهوش تمييز؟ ده ينفع يبقى صوت مره؟ ليت مي جاس الكبير؟ ايوه انا الكبير. السنيوره بتاعتكم عندينا هنا في الحفظ والصون. هتقل عقلك وتبلغ الحكومه؟ انا اقرسها لك نقريسه زينه وارشيها لك سكر وادخلها لك الفرن وارجعها لك كحكه. معلش اخر حته هترجعها ايه؟ كحكه. بص انا برضو لسه ما فهمتش ده توس دي بس واضح انها حاجه وحشه. صدقني يا كبير لو حطيت ايدك عليها وديني وديني اعلى ما في خيلك ولا خيل ايه؟ ما انت عيل فرفور اصلا. اعلى ما في بيتش باقيك اركبه. او ماي جاد او ماي جاد. ايه يا فزاع؟ امرك يا ست الناس. عينيك عليها ما تفرقهاش ووعاك تغفل عنيها دقيقه واحده. امر جنابك. حلو الموبايل ده. لا بقى كده الموضوع بقى اوفر جدا ولازم نبلغ البوليس. ما ينفعش نبلغ البوليس. ده بيقول لي هينقرشها لي نقرشه زينه ويحط عليها سكر ويدخلها جوه الميكروويف ويطلعها لي بتاع دوت كحكه 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 كحكه. وبعدين ما ينفعش اول ما امسك العموديه يعني احبس اخويا يعني جو رخيص جدي. ماشي ايوه يا جوني بس انت يعني شكلك تو كول على العمده اللي بنشوفه في الافلام. ثانك يو سويري. استنيكول استنيكول حلم والعلم ده يا ربي استنيكول. انا طبعك ده وبحبك ده وبحب اعيش وما عندي ايش غيرك ده استنيكول. انا بحبك قوي معلش انا فرحه مسا يعنيش المصريه كلها منوره حبيبتي. مرسي منوره باحلى احياه النبي. تبقي تاجي عندنا عشان نتانسوا بيكي. طب ما انا عندكم اهو. هو انتوا عندكم تاني؟ لا انا ما قصديش هنا. انا قصدي هناك. هنا النص بتاع سجوني هناك النص بتاع الكبير قوي. عديه يا مري تعمل ايه عندك يا بلغه؟ حقك عليا يا كبير. بلغه ايه بلغه ده اسمها؟ اسمها ايه؟ لا بلغه دي حاجه بتلبس في الرجل لايك شب شب وبقاب يو نو وبقاب. او ماي جاد جوني ده يعني كده بيشتمها؟ بيشتمها ايه ده كده بيدلعها. طريقه جديده للدلع مش عاطله الفكره. انسي انسي الموضوع ده هبفهمه لك بكره. المهم دلوقتي لازم تطلعي تنامي عشان بكره الصبح تصحي فريش. طيب فهمنا بس انه هلا ما خبرتني بدي اعرف السكادجول كله لحد نهار الحفله. اوكي بروجرام النهارده هتاخدي راحه عشان اكيد انت تعبانه من المشوار. بكره الصبح هنروح المسرح اللي هيتعمل عليه الكونسرت عشان لو ليكي اي كومنتس تتعمل. خلاص كده كمان روجي يجي وتتفقوا كده تظبطوا الحاجات اللي انتوا عاوزينها مع بعض. اوكي بعد كده هنعمل لايك اورينتال لانش. بعديها هنعمل تور في القريه عشان تتعرفي على. ايوه الشبكه واقعه واقعه خالص. بوه تصدق جابت هنا؟ السلام عليكم. اهلا جوني. مين هيدا الزلمه؟ هيدا الزلمه للاسف خيي. خيك؟ وليش هو منه العمده؟ شكله كتير حمش. بليز كمل. بالليل. ايوه يا حامد يا ابو قلب جامد. ايوه فين يا عمي؟ مش تبقى تيجي؟ احنا قاعدين وحشنا جو جو جو. مسكوك كفاره. باه الو. ايوه كمل كمل. بالليل هنروح الساقيه. بصي المنظر من هناك هيبقى بجد اميزنج. هناك ممكن ناخد. انت فين يا جحش؟ امر جنابك انا هنا يا كبير. لا ده كده استهبال بقى. لو سمحت يا كبير خليك في نصك. نصي؟ ده انا هفلكك نصين يا هتير انت وعلقك في الذبيحه. وده لا مؤاخذه شغلتي. يا منوره ونورك ملعلط. ميرسي يا قلبي كلك ذوق. غريب بس كتير مهضوم. ده حيوان
قوي 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 عن جد بعقد. يا كبير صباح الخير. صباح الكنافه بالقشطه اللي عم تنقط عسل كده. بقول لك ايه ما تاجي تعلمنا قوس؟ ده احنا هنقوس ونقوس ونقوس. شو حميش نازله؟ استنيكول استنيكول صباح الفل يا استنيكول. بوجور كيفي؟ الحمد لله. على فين الصبح بدري كده؟ كنت طالعه شم شويه هواء قليله. في شيء؟ لا انا كنت بطمن يعني تكوني عايزه حاجه كده ولا كده. لا مرتي حبيبتي بس عوز شيء رح لك. طب انا كنت عايزه اسالك سؤال. اسالي. ايه احساسك وانت واقفه قدام الاستاذ عادل امام؟ كان بيشبه احساسك انت واقفه قدامي هلا. طب سؤال صغير كمان قولي. هو شعرك اصفر كده طبيعي ولا انت حاطه له حاجه؟ هي سر المهنة. طب معلش أصلا زي ما انت شايفة كده أنا شعري مجعد ونفسي أسبسبه زيك كده، بتعمليه كيف؟ حبكت هلأ هدية بعدين بقلك. بعدين ماشي. بونجورك يا كبير. أهلا 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 أهلا. كيفك اليوم؟ منيح. قولي لي عرفتي تنعسي ولا الناموس يعملها معاكي؟ لا ما تخاف عملت حسابي. ليك قلي انت هيك معود طوعك اليوم تضرب نار؟ امال لما يكون بالي رايق اضرب لي قد 600 700 عيار قديه على خيار الريق. مدخلها ضمتك انا. طب ليك في جريب؟ فيكي طبعا بس انا خايف عليكي اصلا ثقيله قوي. لا ما تخاف علي. ولا انت بخله؟ احنا بخله. ده احنا اهل كرم كله. بس يعني انا خايف تعوري حد كده ولا كده ولا تعوري فداكي يا زلبي. اف لك شو تقيله. ما قلت لك. شوف تذكري لمؤاخذه الدبسه في كتفك كده هيك هيك وتاخدي نفس عميق هيك هيك وتحطي سن طرف نملة الدبانة تحت أسفل منتصف الهدف. عنك أنت يا كبير. بسم الله الرحمن الرحيم. تعال يا حبيبتي علمك أنا ما يعلم الحرمة اللي حرمة زيها. هاتي بوجور. حطي السلاح كده يا زلبيه وبعدين تنشني بعينيك الحلوين دول وتضرب بصباعك الطريده هيك؟ هيك يا أختي. يوه أنا زهقت من الأكل ده. إيه ده؟ على فكرة أنا تعبت جداً عشان أعرف يور فيفر. أنا باكل من الأكل ده كل يوم إنما أنا هنا جاية الصعيد فنفسي أكل الأكل بتاعكو يعني شوية فول جبنة فطير مشلتت. أنت الفطير المشلتت يا بيت. على فكرة الأكل الصعيدي كله دسم وفاتس وبيجيب جناب. وفيها إيه؟ مش هما بياكلوا منه؟ هات الفول المدمس. انا هروح اكل معاهم. بلاش بلاش هيحرجك وهيطردك يبقى شكلك وحش. وانت مالك يا فزاع الجحش بتخلي الناس على راحتها يا اخي. يا دي الهم هو انا عتبت نواحيهم واصل. استاذن انا. طب بليز بسرعه يعني نقنق ايه. بقولك يا كبير ممكن افطر معاكو؟ ده انت تانسي وتنوري. طباب. ايه ده؟ مفتجي. شو هاي؟ مين ديش عندينا؟ وده يبقى المين مش؟ تاني واحدة تاني واحدة توقيتي. هم كتير حار. يعني زينة ولا عفشة؟ يعني كتير سبايسي. يعني زينة ولا عفشة؟ طيب منيحة. السم الهاري. تعطيني بعد خبر؟ علي. اتفضل يا حبيبتي. مرسي. اي هو يا هدي هو يا هدي في حاجه دخلت جواني.
اسم الله عليكي. انفخلي فيها انفخلي فيها. اسم الله عليكي اجيب حكيم. حكيم يهدي اوعك ده. تعالي يا حبيبتي انفخاني كاني. عم اهلك بس ها؟ على مهلك بنت تلبسينها عينيها. ليه قاعد لوحدك؟ قلقت وانا نايم. قلت اطلع البلكونة اضرب لي حجرية. طب بدك فلو اتركك قاعد لحالك؟ قصدي يعني امشي واسيبك قاعد لوحدك؟ تمشي تمشي ده انا بعت اجيب عسل وبسبوسة وكنافة وزلبي. دخيلك مش قادر. ده انا من ساعة ما جيت وعمالة اكل واشرب لحد ما حسيت ان انا تخنت. تخنتي؟ تخنتي ايه؟ ده انت زي لهطة القشطة ولسه كمان لما تدخلي اكتر واكتر. ليك يا كبير ما قلت لي شو بتشتغل؟ عندي طين وبرعية. شو هاي؟ عندي طين. اه مش هتفهميها انت. طين دي يعني ارض. عم بزرع ارض واقلع فيها وتاجر في المحصول. ما دوم. طب ليك خبرني. حكيني شوي عن حالك هيك. شو بتعمل بالويك اند؟ شو كيف بتحب تقضي وقت فراغك؟ يعني ما فيش حاجة محددة يعني. بتلعب رياضة؟ لا الرياضة دي كانت زمان يعني واحنا صغيرين كنا بنغرقوا كلاب في الترعة وبالليل نصيدوا عقارب ولما كبرت شوي بقيت بلعب كونغ فو. طب ليك تسمع موسيقى؟ وفي حد يعني ما يسمعش مزيكا؟ ده غذاء الروح. دخيل روحك انا. ليك لمين بتحب تسمع؟ بسمع الست والاستاذ محمد رشدي ومايكل جاكسون لحد شريط دينجرس. والجداد دلوك الاستاذ عباس حموده ومحمد ابو لمونه وعلي جرموني وجاستن تمبرليك. طب وانا ما بتسمع لي؟ كيف يعني؟ ده انا طبعك ده واحبك ده ومن الاخر ما فيش اطعم منك ده. الغناوه دي اثرت فيا خالص. كيف يعني اثرت فيك؟ يعني عملت في نفسيتي شرخ وشرخ عميق. شرخ؟ انه ما فهمت يعني حبيتها ولا ما حبيتها؟ حبيتها قوي. عن جد انا انبسطت اني شفتك يا كبير. شفتيني انا؟ واحنا انبسطنا قوي 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 انك شرفتينا وشفناكي لايف. ميرسي. يا كبير هذا من الملذات. لازم نقوم دلوق. طب فيه اشرب من ارجيلتك؟ يا ريتني ارجيلي. عامل لك فسحة جامدة جدي. هنتفرج على كل الايجيبشن بيتس، الحمامير، الفرخات، البطاط، كل الايجيبشن بيتس. يا صباح القشطة. يا صباح العسل يا كبير. اللي هذا الحنطور تبعك؟ ايوه بس ممكن يبقى بتاعنا احنا التانيين. ما تقدري تاخدي لفة. عن جد عم تحكي؟ ايه ما ينفعش ما ينفعش، احنا عندنا حاجات هنعملها النهارده، هركبك اللي انت عايزاه يلا. لا ينفع فيها ايه؟ يلا ما بتأخر عليكم، باي. بونجور. بونجورين. لايف از لايف. ليلي ليلي ليلي. بردك لايف. ليلي امشي يا نمشي. على فكرة بقى هما 3 دقايق بالظبط ولو ما رجعتش أنا همشي.
خلص بقى هدايا بطلي عياط كمان بليز. هي دي اخرتها يتجوز عناي بعد كل اللي عملته معاه؟ هي دي اخرة خدمتي ليه؟ والله يا هدايا الكبير معذور برضه. جوني هتقول ايه؟ سوري سوري. هي هدية دي كانت مخلياه عايز حاجة. أنا والله مش قصدي هدية، أنا قصدي التشيك التانية. قصدك إيه يا جوني؟ خلاص I'll zip my mouth. Good for you. أنا خابرة إنها حلوة وغندورة وتلمح عليها راجل، بس مش هي دي المشكلة. أنا مشكلتي إني لسه بحبه وما استحملش أشوف حد مشاركني فيه. بجد أنت سو كيوت يا هدية. ربنا يستر عرضك. بقول لك إيه؟ لو ما كانش فيها رزالة يعني ممكن اقعد احداك لحد الصبح عشان ما ينفعش اروح دار ابوي دلوقتي في نصاص الليالي كده. Are you crazy؟ هتروحي to your dad تعملي عنده ايه اصلا؟ ممكن تفهميني؟ امال يعني اقعد هنا وشي في وشي اللي ما تتسماشي؟ ايوه طبعا تقعدي تقعدي وترخمي وتغتتي لحد ما تطفشيها او تزهقي كبير. لا انا ما اقعدش ابدا وليه ضره في البيت. لا يا هدية، الست الشاطرة هي اللي تخلي جوزها قاعد جنبها، مش تخلي اي واحده كده تيجي تاخده من جنبها وتمشي. ماشي. هي 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 بالراحه. راحه فين؟ هرخم وغتت لحد ما طفش العقربه دي. اشلي نايس قوي اللي انت قلتيه الهديه ده، انا عمري ما كنت اتصور انك ممكن تفكري بالطريقه دي. ما انا كان لازم اقول لها كده يا جماعه، ما انتوا عارفين ما بعرفش انام وحد جنبي. مساء الخير يا كبير. مساء الشيكليطة. ده انت الجلابيه هتاكل منك حتى. ميرسي. تفضلي. ميرسي. تسلم يدك. كل دي يا كبير هتعجبك قوي. الكبير ما بيحبش الصدر، الكبير بيحب الورك. الورك برضك يعني حلو يعني. ما انتوا عملتوش رقاق الارض ولا ايه؟ ما هو قدامك اهو يا كبير. لا يا كبير ما تاكلش من دي، دي كلها كوليسترول وممكن تضر بصحتك. ما هو بياكل منه طول عمره وزي الحصان قدامك اهو. كل يا كبير بلا كوليسترول بلا هم. مساء الخير. مساء الربراب على نفوخك. ايه اللي جابه دي؟ مساء النور يا سيجوني. نيكول جاهزة؟ الحفلة خلاص قربت. حفلة ايه يا حلتها؟ انت عاوز مرات اخوك تغني ولا ايه؟ يعني ايه؟ في اتفاق مدين كونتراكت. الكونتراتو دي هتبله وتمسح بيه لمؤاخذة قفاك. ولا انت ايه قولك؟ اللي تشوفه يا كبير. كام داون جوني، العصبية مش كويسة عشانك. ما تهدى بقى، خلينا نعرف نفكر كويس. هنعمل ايه؟ ما تقلقش يا معلم، الحفلة هتتعامل في ميعادها. هاو كم؟ الكبير مسيطر عليها جدي، والغريب ان انا ماشي ورا كلامه. جوني احنا ماضيين عقد، يعني في شرط جزائي ومحاكم وقضايا. بقولك ايه؟ انا هكلم مدير اعمالها عشان يتصرف معاها، ملناش فيه بقى. الحفلة هتتعامل في ميعادها يعني هتعمل في ميعادها. يا حبيبي اهدى علينا شوي، لشوكي للعصبية. روجيه انت مش مقدر حجم المشكلة. انا بقيت النيو عمدة، ما ينفعش اول حاجة اوعد بيها اهل الكونتري بتاعتي تفكس كده. ده غير ان احنا عملنا ساوند سيستم وعزمنا اهل البلد كلهم. شوف لي اي حل تاني غير ان الحكاية دي تفكس. شوف لي اي حل. لك خي روق روق. يعني ايه؟ يعني الصبية ما بدها تغني، خي اعتبرها تعبانة مرضانة اي شيء. مرضانة ازاي؟ ما هي قاعدة زي القردة قدامك اهي. خلي بالك احنا ماضيين عقد، والعقد فيه شرط جزائي. لو الحفلة ما اتعملتش هتدفعوا الشرط الجزائي. شرط جزائي شو حبيبي؟ كنتراتو جايبي ما في شيء. معقولة يا روزي ما شربتش حاجة لغاية دلوقتي؟ أو ما أجيب لك بقى حاجة تشرب. إيه ده؟ إيه؟ تصدق فعلا ما فيهوش شرط جزائي؟ أنت هتستعبط يلا؟ أنت عايز تقول إنك مضيت العقد من غير ما تقراه؟ ما هو ما في شرط جزائي، الصبية جاي تغني كومبليمون يعني من غير مصاري. وما بدها تغني غني لك انا. اوفو فو 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 فو. ما حلو؟ حلو حلو. شوف لي حل في موضوع نيكول بقى.
اخي حل من وين؟ شو اعمل حل؟ اقول لك شيء بطلع برقص. يا عم انت ليه حاشر نفسك في الموضوع؟ انت فاكر نفسك في ستار اكاديمي هنا؟ فوق يا روجيه فوق. نيكول لو اتجوزت الجحش ده احلامك في الرقص والغنى هتطير. هتشتغل اوراداتي. اشوفك بقى في ناشونال جيوغرافيك. وانبريك ماي هارت سي يو لاف مي اجيت وانبريك. واه 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 فين الخلقات؟ يا هدية ايه فين الخلقات؟ في الغسيل. كل الخلقات؟ كلها في الغسيل. ليه؟ اصلي لقيت عتة في الدولاب. وحتنشف ميتة العتة؟ الخلقات يا كوميديا. قدامك البكرة الصبح يا من يعيش. امشي نجري هاتي لي اي جلبيه ولا اي ربراب البسه. مفيش. واه يعني عزالي تدلع دوارك ده كيف رقاص البليه؟ خلقاتك كلها يا على الحبل يا في الغساله. وتقلبي العته في الدلاب عن هزره خميره تعكننا. ايه ده؟ ايه اللي ملبسك كده يا كبير؟ قصدك ايه اللي مقلعني؟ البت هديه الله يجازيها غسلت كل الخلقات. يعني ايه؟ طب وهتنزل بايه وانت خارج؟ والله ما باينش فيها نزول النهارده. لا بقى انت وعدتني ان احنا هنخرج. والله على عيني على عيني. بس اعمل ايه؟ تعمل ايه؟ انا عندي فكره. ايه رايك لو تستلف هدوم من اخوك جوني؟ باه استحاله. ده انا اتدرس في البلد. ده انا عندي البس غازيه وامسك صدات احسن لي. ليه يعني؟ انا مش فاهم. ده حتى جوني لبسه ستايلش جدا. بسمي لبس الخنافس ده ستايلش؟ مالها الجلابيه؟ الواحد من يوم ما انسلت من بطن امه وهو لابس جلابيه تديك هيبه. يعني ايه؟ عايز تفهمني ان احنا يوم خطوبتنا هتلبس جلابيه؟ لا طبعا. انا هلبس فقيه عبايه صوف انجليزي معتبره. جلابيه ايه ولا عبايه ايه بس؟ طبعا مش هينفع. انت مش عارف ان اليوم ده هيبقى مليان صحفيين ونجوم؟ دي صورنا هتنزل في كل الجرايد. انت هتلبس بدله وبراند كمان. لا بدلتي ما تعودتش على كده. طب ولو قلت لك عشان خاطر ايه؟ عشان خاطري يعني. داني عشان خاطرك البس مليون. بجد يا كبير؟ ما كنتش عارف ان انا خاطري عندك كبير قوي كده. ده مش خاطرك بس اللي كبير، ده كمان ايه يا كبير اللي مقعدك في السكه كده بغياراتك الداخليه؟ البجاحه البجاحه هي اللي مقعداني هنا وكده. شوفي انا اروح ادعبس في الخلقات، اول ما القى حاجه نشفت هلبسها وتلك طوالي. وين بيرك ماي هارت سي يو لاف مي اجيت. وين بيرك ماي هارت سي يو لاف مي اجيت. ماشي انا مين؟ يا لهوى بالي. هو الصوت الحلو ده الحنين ده يبقى صوت مين يعني؟ فزاع الجحش ولا عم جابر؟ اكيد صوت ست الحسن والجمال. طب بص بقى، زي ما انا دورت عليك ولقيتك عايزاك انت كمان تدور عليا وتلاقيني. غمايه يعني؟ شو يعني؟ عسكر وحراميه. مش فاهمه. اقول لها ايه دي؟ هيدا نسيك. يلا انا فين؟ انا هنا انا هنا. اقفشك. لا لا اقفشك يا بنت. ما تقدرش. هنا 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 هنا. هتروحي مني فين؟ تعالى بس. انا ما وريش حاجه غيرك. انا هنا يا كبير. يا كبير بلا صغير. تعالى قفشتك. قفشتك. القهوة يا كبير. ما تشيل اللي انت حطه على عينيك ده. صدقك ده احسن. بدل اللي جلسيه وصلت يا كبير. عن جد عم تحكي؟ فرجيني فرجيني. وريني اللي قماشك ده. من الجناب. لمين البدلة دي؟ دي للكبير عشان يوم خطوبتنا. فرجيني لك شو حلو. فرجيني. يا دلهانة.
هتلبس بدلة؟ امال هلبس بوكسر؟ لا هو لسه يا ما حنشوفه كمان. امسكي هات غرب الوش السعادة. قصدك ايه يا بت؟ قصدي ان السنيورة دي مغمياك وسايقك وراها لحد ما تكنفلك على وشك. انت اتجنيتي يا هديه؟ ما انت ما شايفش لما تعمله يا كبير. انت مالك اعمل ايه؟ ولا عشان سكت لك هتسوقي فيها؟ فوقي يا هديه واسمعيني زين. عاوزه تقعدي هنا بكرامتك ما اسمعش حسك واصل. ولو فتحتي خشمك هاكلك الجزمه القديمه. وانت مركوب اللي نايم في الورديه بتاعته ده. قوم في الزياد. اشرف ليه كده يا اشرف؟ دري بقول عليك الراجل الوحيد اللي فيهم ما تعملش جنيه تاني. دري براهن عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. خلعتيني يا ولية. ايه يا كبير مالك؟ مش على بعضك ليه؟ مستني نتيجة الثانوية العامة. اها. يعني ما خبراشي؟ لا ما خبراشي. همام ود القط طالع من السجن وجاي ياخد بتاره. طب وانت مالك؟ مالي كيف؟ هو الراجل ده طالع يقتل مين؟ مش الكبير قوي؟ والكبير قوي مات يبقى يقتل مين؟ ولده الكبير. لا ده انت بهيمه بهيمه. ليه؟ هو مش اخوك جوني اكبر منك باربع دقايق؟ صح. طب هنعرفه كيف ان هو الكبير؟ انا اقول لك. الكبير بيهني اخوه العمده جوني. سلاطين زبون كبير قوي عندنا عايزين نكرمه. الراجل ده اول مره يجي معانا. هنعمل معاه الصح. خدهم على جهاز 5 و6 وخد صورهم بالموبايل كل واحد صوره ببلاش للبروفايل بتاع الفيسبوك. ما تاخدش فلوس اللي هي. لا بس في حاجه لازم نعمل كده فيها. بصوا يا جماعه ازاي جو. ايوه يا جوني يا عمده الانترنت. تشافي Μέση. Πάει να μπει και αφήσανε λίγο χώρο. Έφτασε μέχρι σχεδόν τη γραμμή. Η μπάλα πίσω, τη ευκαιρία το 1-0 για την Μπαρσελόνα. Είναι η Μπαρσελόνα με τον Πέδρο που πετυχαίνει το πρώτο γκολ σε αυτό το ημιτελικό. Και όλα ξεκίνησαν από το ότι είδε χώρο ο Μάξουελ που άφησαν δευτερόλεπτα. كبير يا دي النور يا دي الهنا يا دي النور يا دي الهنا. اتفضل يا كبير اتفضل. اجيب لك ايه؟ ايه الزيطه دي يا دي زويل؟ مين من يلعب مع مين؟ البارسا والانتر. كيف؟ اصل احنا عقبال عندك يا كبير جبنا الدارين بوكس. ايوه جاي. صباح الخير يا كبير. صباح الزفت يا دبر النحس. معمل الارض لما تلعب. انا بتشات يا كبير. ما تاجي خد لفه معاي. لفت عليك عقربة يا بعيد جابت أجلك. ايه يا رجال بقيت أقولكم نتيتة كملتوا الأرض والأشغال ومشيتوا على كلام الفاضي بتاع جوني ده. طيب وعز الجلال الله انت خمام. انا نشك 3 مرات ولا الطلق بتاعك بيخلص ولا الجندي بيموت ولستك سخسليه. بس انت بس تعبان قوي. مين ده اللي تعبان؟ اللي حجيلكم بالليل وادمركم. مش
نشوف. والليل ده بعيد. يا فرحة أمك بيه. منور يا كبير. يا ريتك جاب الدكر بط أحسن. وكمان خسران واخد على قفاك. لا يا كبير مش خسران، أنا خسرت جولة لكن لسه المعركة ما خلصتش. جاتك النيلة. خذ يا التعقول. خير يا كبير، أمر جناب. إيه. وأهل البلد كلاتهم بيقولوا نتيتي. أمال إيه يا كبير؟ ده حتى الحريم. بيقوا يا جعل مزاريطة دوت كوم اللي عاملها لهم جوني بيه. بيه إيه يا بو؟ قصدي إن هو عامل لهم ساعتين الصبحية للحريم، وقريب جوا هيفتتح ركن للعائلات. إيه النت دي اللي دايلنا على قرع عايمة دي؟ إن شاء الله تكون فرحان ومبسوط يا ود أبوي. أوي أوي. ثانكس برو على السؤال. اتفضل في النص بتاعي. يا ساقع، البلد كلها تخرب بالنت بتاعها ده، والناس مخها تخن واحنا ما نقصينش. قصدك مخها كبر برو؟ احنا في 2010، يعني النت بقى من اساسيات الحياه، زي الاكل، زي الشرب، زي السوشي، زي التان. ما طول عمرنا عايشين من غير زفت ده. الناس كلها هملت زرعها وقلعها وعم تنتت دلوك. بالك الكبير قوي لو كان عايش كان طربق النت ده فوق نفوخك. ثانيه واحده، ده انت غلبان جدي. الكبير قوي ملوش علاقه بالنت. داد كان خاربها خاربها خاربها. بوه، حتى الكبير قوي طلع نتيت. نتيت؟ ده كان نتيت وعطيت. بقول لك كان خاربها. برو انت تقريبا الوحيد في الكون كله ملوش علاقه بالنت. الام اليومين دول هو اللي ما يعرفش حاجه عن النت، مش اللي ما بيعرفش يقرا ويكتب. انت لازم تتعلم الحوار ده وتعلمه لاهل بيتك. انا ممكن اعمل معاك واجب اعلمك كل الحاجات دي ببلاش. اخرس انا الكمبيوتر يخش بيتي ليه؟ بس كويت انا اياك. كبير ما ترميش عصيانك وقاذوراتك في النص بتاعي. نت بيتي وفي اوضتي وعلى سريري كمان. يا ولد علي، قلتي ايه هنطقي؟ اخر مرة يا كبير، ما هعملش كده تاني وحياة راس ابوي. قسما عظما يا هدية، لو شفت اي نت او لابتوب في البيت لاني مكسر البيت كله على نفوخ. امرك يا كبير، امرك. مين؟ سيد سفت. تعالى. حد شافك وانت جاي؟ لا. وطي صوتك، وطي صوتك. ما اسمعش حسك لحد ما ينقفل علينا باب واحد. حاضر يا كبير. انت جيت يا كبير؟ ايوه جيت. احضر لك العشاء؟ لا لا، واكل واكل، خشي نام انت. طيب يا كبير. ايوه. عم بتعمل ايه؟ عم بتمرن. طب ما تشاور عقلك يا كبير وتاكل. ده انا عامله لك ملوخيه بالانارب ورز معمر. قلت لك طافح طافح، خشي نامي. طيب. يا كبير احضر لك الحمام. يحضروا كفنك يا بعيده، يحضروا كفنك يا بعيده. فين المخفي ده؟ انت فين يا سوف؟ انا هنا هنا قدامي قدامي. في في يا كبير، هو انا عملت حاجه غلط لا سمح الله؟ اسمع يا انت، اللي هيحصل هنا في الاوضه دي دلوقك لازم يفضل سر بيني وبينك اليوم الدين. لا لا لا. بس يا دي عشان تفضحنا. أنا كنت عاوز أتعلم الكمبيوتر على النت على المازنجر والحاجات دي. بس كده؟ بس. وجعت قلبي. أقعد أقعد يا كبير، دي حاجة بسيطة. أمال إيه الدخلة اللي مطينة الطين دي؟ أقعد أقعد، دي حاجة بسيطة قوي. رايح فين يا مخبل؟ أمسك أمسك أقعد هنا. هو أنا غلطت في حاجة يا كبير لا سمح الله؟ ده كرسي كبير يا هتير. أقعد. علمني. طب امال فين الجهاز اللي هنشتغله عليه يا كبير؟ ثانية واحدة. لو ما فيش خالص مش مشكلة. ثانية واحدة. ما فيش مشكلة لو ما فيش. به 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 به، ايه الحلاوة دي يا كبير؟ الله
وده ايه؟ جايبه جديد ولا موقع يوزد؟ احنا هنهزره سوا، انت مال اهلك؟ ما تطيط وبتغلك وخلاص. العفو يا كبير العفو. علمني. بسم الله الرحمن الرحيم. يتكون جهاز الكمبيوتر من عدة أجزاء، لوحة المفاتيح ويطلق عليها الكيبورد، الشاشة والفارة، ويطلق عليها أيضا الماوس. عند بدء التشغيل يجب الضغط على زر الطاقة أو الباور، وهنا هننتظر لحظات صغيرة إلى أن يبدأ التحميل أو اللودينج. وعندما يبدأ اللودينج ننتظر قليلا إلى أن يشتغل الجهاز ببرامج التحميل نوافذ اكس بي أو الويندوز. فاهم يا كبير؟ يا وجع مربربة. بصوا يا جماعة، انتوا الحراميين وانتوا البوليس الشرطيين، عاوزكم تقطعوا بعض، عاوز فحت ريل فحت. انجوي. Two enemies left. انقر ايه يا مخبل انت؟ شايفني فاروق ده شمرطه قاعده قدامك؟ لا لا العفو يا كبير، انا قصدي انقر الايقونه. انا عارفها كويس. لا يا كبير انت عارفها كويس، استهدى بالله. فاكر لما قلنا نمسك الماوس ونعمل بيه دبل كليك دبل كليك؟ ها شطورة يا كبير شطورة. يا لما عندكش تمييز كبير المزاريطة يتقال شطورة. يا كبير انت عارف كل حاجة لوحدك. بص الإجابة ها هتنط من عينيك وهتفط علي. يلا 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 طلعها. يلا يلا قول لي الماوس رايح فين. يلا فاجئني، قول لي الماوس رايح فين. أقول لك فين ولا تزعلش؟ مالك قاعد عم تتلوك في القرموط في المي ليه؟ عم تعملني كيف العيل الصغير؟ اهدى بس يا كبير، انا فاهم دماغك صح، انت محتاج معاملة خاصة، انت كويس وزين وطيب وياجي منيك، بس فهمك على جدك. صدق وتؤمن بالله، انت قليل عليك الجزم. اهدى مال يا كبير. ده كيف في الوقع المربربة دي؟ هو الشيخ شديد ده اتأخر ليه؟ معلش يمكن الطريق زحمة ولا حاجة. الشيخ شديد يجيلك من بعيد، ما تهمهوش الزحمة ويفوت في الحديد. في ايه؟ فراخ بانيه. احنا جينا مطعم وليه؟ مالك يا برنس؟ قلقان شوية. فتهدى كبير. شوف تعرف اسمك كيف؟ بسم الله ما شاء الله. هات اللي عندك يا كبير. شوف باختصار كده، جدي الكبير خالص وهو عم يحفر في أساس البيت لقى صندوق صغير كده. والصندوق فيه شيء سمين وهو ده المراد. مظبوط. كمل. الصندوق ده اسم الله على مقامك مكتوب عليه لغز، وما ينفتحش الصندوق غير لما تحل اللغز اللي عليه. اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. اني قنقف. قول اللغز بيقول ايه؟ بقول لك تم النقط وبينهم خطوط. قول لي نقطة منهم. انت حتروش يا شيخ. موها كمل. تم النقط وبينهم خطوط، والحل فوق سطحهم موجود. حارت ودارت فيهم الناس، بصوا للسطح ونسوا الأساس. لولا الأساس ما كان السطح يكون موجود. موجود موجود. احنا شاكين كده يا مولانا ان الصندوق ده عليه سحر الخطوط، وان فيه جن مقرمط على الصندوق ومسوجره، وعشان كده احنا جينا لك عشان تفك لنا اللغز ده. هو سحر الخطوط من ايام الجدود في الصندوق موجود، وهيفضل ممدود لحد ما يقول الاوان والمستخبي يبان ونفك القيود. وهنفك القيود ده كيف يا مولانا؟ نعرف الاول مين الجن اللي مقرمط عليه ونساله عايز ايه. وهنعرفه كيف؟ نجيبه هنا وسطينا ونستفسر منه. هنجيب مين هنا يا راجل يا مخبل انت؟ ها براحتك، ده باينا يبقى مرار طافح. نركز بقى شويه مع بعض عشان نحضر الجن سوا سوا.
انا اللي حاسبكوا سوا. اقعد اقعد. الحركة اللي هعملها دلوقتي لازم تعملوا زيها بالظبط، واللي هيغلط انا مش مسؤول. يلا يا جني قرب مني قبل ما ماما تسأل عني. يلا يا جني قرب مني قبل ما امي تسأل عني. ماما ماما حاضر. انت مين؟ انت مين وعايز ايه؟ انا سمير يا شدو، انت نسيتني ولا ايه؟ اهلا سمارة، ازيك يا سمرة؟ عامل ايه؟ تمام يا شدو، انت اخبارك ايه؟ تمام يا صاحبي الحمد لله زي الفل. ينفع كده يا عم سمير؟ ما نتقابلش غير في الشغل وبس، مفيش مرة تعمل لي مفاجأة وتشد المدام في ايدك وتيجي تزورني؟ مشاغل بقى يا شدو انت فاهم. خير؟ انت بعتالي في حاجة؟ انت مزعل الناس الحلوة دي منك ليه؟ مفيش عم جديد، ده كان حوار كده بيني وبين الراجل اللي دفن الصندوق ده. ايه حوار قلق يعني ولا ممكن نحله حلو كده بالمحبة؟ مفيش، كان واخد مني فلوس يا عم ومات من غير ما رجعها لي. كام يعني؟ 25,000 جنيه. قريبة يعني. والراجل الكبير بتاعنا ده راجل كبارة وما تفرقش معاه المبالغ التافهة دي. احنا بس كنا طمعانين في كرمك تنزل لنا باكوين ولا تلاتة. عذبه بس ما تموتوش. ما هي ما فيهاش اصلا اشده. وبعدين زمان ال 25,000 دول كانوا ضلع، انت بس مستهيف الرقم دلوقتي. انا لو حطيتهم في بنك كانوا عملوا لي كام؟ وانا بقى لو قلت فوائد ولا عوائد وجبت معاك من الاخر لما لقيتك انت اللي في الطالعه دي. معلش يا سمره، ما احنا اصحاب برضو، الراجل الكبير بتاعنا ده راجل محترم وعايزين نعمل معاه اي واجب. بس ما تجيش عليا برضو عم جديد. وانا اقدر برضو يا سمره، مفيش غير بس الباكوين اللي قلتلك عليهم. ها قلت ايه؟ بس يعني ما بسش بقى يا عم، هي حلوه قوي كده جبرت عشان خاطرك انت بس يا شدو. ربنا يخليك يا صاحبي، اهو كده استبينا. يلا شد ومد. سلام يا شدو. مع السلامه يا سمره. ها ايه رايك بقى يا عم؟ اظن كده خلصت لك الحوار بتاعك تمام التمام، واحمد ربنا ان هي جت في سمير. لو كانت جت في جني حراق كان طلب منك دولار ويني ويورو، وكان قال لك كاني وماني ودكان الزلباني. ربنا يبارك لك يا شيخ شديد، الواحد مش عارف من غيرك كان هيعمل ايه. الحمد لله. خد يا كبير الحجاب ده وتبعت لي الفلوس مع اي حد، والساعة 12 بالظبط تكون وصلت الفلوس لسمير. انت تفتح الحجاب ده ترشه على الصندوق يقوم مفتوح على طول. وما تنساش تبعت لي العمولة بتاعتي، أنا باخد 10%. مسافة السكة والفلوس هتكون عنديك. بس أنت متأكد يعني إن الصندوق هينفتح وحنول المراد؟ حي حي، حتنول المراد من رب العباد. أخفي جوا أخفي جوا، وأنت أخفى من وشي يا كئيب. وابقى عني دي حكاية. ايه يا ولي مخبل اللي انت لابساه ده؟ في رجالة معنا في الدوار. ما فيش غيرنا في الدوار يا كبير. ما الوقت فزعك انا هنا دلوقتي؟ ما هو غرف ده يا كبير، نفض له عادة وركز معاي. انا محضرة لك مفاجأة. باه، طب ايه قولك عاد ان انا كمان محضر لك مفاجأة؟ طب قول انت الاول. لا قول انت الاول. تعدمني اللي انت قايل. ما تضايقش خلق مالي يا ولي، لا اسفخ الكف افلقك نصين. طب تعال نخش الأوضة. المفاجأة في الأوضة؟ أيوة، بس غمض عينيك الأول. حريقة حريقة. ده أنا كنت محضرة لك ليلة ولا ألف ليلة، وكنت جايبة لك هدية وعملت لك عشوة عشان تعرف قدي أنا بحبك، بس كله راح. الهدية اتحرقت والأوضة ولعت والأحمر باص. خلاص يا هدية ما تبكيش ما تبكيش. بس يا بنت قولي خلاص عاد خلاص. هيدا ماشي بدي هدية، ما عاوزاش تعرف المفاجأة بتاعتي. ايه بنت
لك لعبة البوكس الجديدة. أنا مش مصدقة يا كبير. دي عشان البلنطين؟ لا دي عشانك أنت. ربنا يخليك لي يا كبير. إلهي ما يحرمني من دخلتك علي. مش هتسمعني حاجة حلوة عاد؟ والله أنا ما دهستي بس عشان خاطرك أنت والله. إيه يا كبير أنت حتغني؟ بقول لك قول لي كلام حلو. أنا أقول لك آه بس ديري وشك الناحية الثانية عشان بس تحكي. ماشي حتضرب؟ لا بحبك يا بقرة. اللي هي ايه دي؟ اه ديري من هنا لحد الاسبوع جاي. انسى جوني، انا لو اعرف اعمل مشاويري دلوقتي كنت رحت عملتها، بس للاسف انت لازم تكون موجود معايا. ربنا يكفيك شر الطريق ويكفيك شر المداري ويحبب فيك خلقه. مع السلامه يا كبير. الله يسلمك. ابعت لك الواد فزاع بالحاجه. ماشي. ايه ده كبير انت نازل؟ لا طالع، طالع يا كوميدي. طب هتنزل ازاي وانت دلو؟ دلو ايه يا جزمه انت؟ تجننت ولا ايه؟ مش انت برجك زي برج جوني؟ انت عارف برجك النهارده بيقول ايه؟ من الافضل الا تغادر المنزل اليوم فسوء الحظ ينتظرك بالخارج. سوء الحظ ينتظرني بالخارج؟ لو قليل تنطين الطين. تعايا سوء الحظ، تعايا مخاطر. كده ولا نداري كده ولا نداري كده ولا ندا ليه بنداري واحنا نداري وهو ايه يا كبير؟ كانت بتمطر برا ولا ايه؟ الفرفور ده وتصدق في الخرافات؟ واه بيتك لبت سنينك. ايه اللي بلك كده يا كبير؟ حد زباله كب علي مي وسخه. يلا قوام حضري لي خلقات نظيفه حق مع وقت. يلا يا غزال يا غزال العشق حلال دواب تاني دوب خليتني خيال يا عين يا عين يا ربي يا عالم بالحال تهدى حبيبي وتسبح عاد يا ربي يا عالم بالحال تهدى حبيبي وتسبح عاد. صباح الخير يا أشرف. صباح الخير. قلعت الكبير. يا كبير هي بتمطر عليك لوحدك ولا ايه؟ يا شندلتي انت برضك بليت نفسك تاني يا كبير. طب اطلع اطلع اما اغير لك. واه ايه
مرحوم ابوي الله يرحمه. شوف انت جيب الرجاله وتعال نقعد قاعده حلوه كده يوم الخميس، وان شاء الله اللي فيه خير حيقدم ربنا. يا حليمه سلام عليكم. يا كبير بقى انا بكلم الراجل اللي هيشتري مني الارض اللي طلعان عين امي عشان اعرف ابيعها، وانت عم تطططي لي كيف القرده؟ عايزه ايه؟ حزر فزر، سمي مين اللي جاي النهارده؟ هيكون مين يعني؟ سانتا كلوز؟ الحجة سمنتة. الحجة سمنتة؟ مين الحجة سمنتة؟ بقي معقول ما عرفها شي؟ لا يعني متذكر الاسم بس مش مركبة على شكل. الحجة سمنتة يا كبير، أمك. أمي؟ ده بين المرار هيبقى طافح صح. واستر يا رب، واستر يا رب. في حاجة يا كبير؟ وانت مالك يا راجل انت؟ لا اصلا انا شايفك مش على بعضك. باه وانا باين علي قلقان للدرجة دي؟ ما تقلقش يا كبير، الست سمنتة دي زي العسل. باه تعرفها منين يا راجل انت؟ شفتها فين قبل كده؟ ما شفتهاش يا كبير، انا عارفها من كلام الكبير قوي عنها، كان بيقول عليها واحدة ست زي الكريمة اللباني قشطة. هي مين دي اللي زي القشطة يا راجل يا خرفان انت؟ انا مش صالح يا كبير، الكبير قوي هو اللي كان بيقولك ده. ايوه اقعد الفكر في الراجل عشان ميت، هنجيبه منين دلوقتي؟ اخفى من وشي. طيب انا روح عند الناس الطيبين دول. تعال يا سام. هو ده الدوار يا ستي. Of course I know it. بس انا عجبني الستايل الجديد اللي عملتوه فيه. انتوا ناويين تعملوا تشاينيز كورنر وجابانيز كورنر فوق؟ نايس ايديا، انا ما فكرتش في كده بصراحه. احنا دلوقتي قاسمين نصين، نصي انا والنص بتاع الكبير ده بقى يبقى سيبني انا هعرف الكبير لوحدي. اوكي انت الكبير. ايه الحلاوة والطول ده؟ Unbelievable. You're really so handsome. مش ده يا سام، اللي بعديه. اوكي انت امور برضو، انا ما كنتش بجملك. ابني how cute you are. يوجي يوجي احلويت كده ازاي؟ يا جماعة مش هتصدقوا، ده كان نازل أبشع طفل في الحياة بشنب وحواجب. But I like your new style of شنب and حواجب. Oh thank you God, thank you so much. حققت لي الأمنية دي، أنا ما كنتش فاكرة أني حشوفه طول عمري. إزايك يا حبيبي؟ إيه ده، هو ما بيكلمش ولا إيه؟ هو في حاجة؟ لا يا سام، ده بيجعر بس تلاقي بطاريته فديت ولا حاجة. مين الحلوة دي؟ دي مراته هدية. هدية، ازيك ايه اخباراتك؟ الحمد لله يا حماتي. No way جابر، I miss you so much. انت عجزت ولا ايه؟ تصوروا يا جماعة هو اللي شهد على جوازي من الكبير قوي. باه سام I miss you. Ashley darling. Gorgeous. Mazarita did you so well. بس ايه الحبوب اللي طالعالك في وشك دي؟ سام انت برضو؟ هو انت وراه على طول على طول؟ يا جماعة مش هتصدقوا، حتى في امريكا كان قاعد عندنا على طول في البيت. جوني calm down سام، calm down. دي طبيعة بني آدم، هو لازق بطبيعته. بهزر معاك بهزر. يلا بينا نطلع الأوضة تاخدي شاور بتاعك. يلا اطلعي أوضتي. جابر خد شرطها وطلعها أوضتي. أوضتك ليه؟ الستايل بتاعها هو اللي هيعجبك. بصي الستايل هنا عامل إزاي وبصي الستايل عندهم عامل إزاي. لا أنا عايزة أطلع أوضتك كبير قوي. لا أوضتك كبير قوي لا. إيه ده بيتكلم أهو. محدش هيبيت في أوضتك كبير قوي واصل. جزرة وقطمها جحش. أنا مش أي حد، أنا كنت مرات ومامتك أنت كمان. أنا قصدي يعني علشان الأوضة مقفولة بقالها فترة، ممكن تكون مكمكمة. أوكي هفتحها وحنام فيها.
جابر من فضلك طلع الشنط على فوق. سيا سيو والله العظيم منورانا. ثانك يو فيري ماتش. مد يدك ما تنكسفيش، ايدي اللي طبخه بيدي. طب انا بس عندي سؤال صغير قد كده، ايه البتاع الاخضر ده؟ ده فضلة خيرك ملوخيه بالتقليه. طب ايه اللي بيمشي على وشها ده؟ ما هي ده التقليه. بصي سيبك من الملوخيه والحاجات دي، خش بشربة الكوارع دي وانت هتدعي لي. شربة ايه؟ الكوارع. يعني ايه كوارع؟ يعني رجلين العجل. ايه الحاجات الغريبه اللي بتاكلوها دي؟ طيب نستأذن احنا بقى. اتفضل. تستأذنوا رايحين فين؟ انتوا مش هتاكلوا معانا ولا ايه؟ ياكلوا معانا كيف يعني؟ عندهم البيوت يروحوا يتنقلوا ياكلوا فيها. لا لازم ياكلوا معانا. اقعد يا جابر. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. وانت اسمك ايه؟ خدامك فزاع. تعالى يا فزاع اقعد هنا جنبي. اقعد يا كبير. بتسأل مين؟ انا لما اقول تقعد جنبي يعني تقعد جنبي على طول. امر جنابك. اقعد. تاكلي ملوخية ولا كوارع ولا جيب لك كشك؟ لا انا هاكل من الحاجه دي اللي عندك كبير. دي فراخ يا كبير؟ ايوه فراخ. امال بطريق؟ طب ممكن تديني منها؟ ماشي. ايه ده انت هتجيبها بايدك؟ ولا اجيبها برجلي؟ انت محدش علمك تاكل ازاي ولا ايه؟ امال عايز كيف لحد دلوقتي؟ عدتني توز؟ علموك تاكل بايدك؟ امال ربنا خلق لي يدين ليه؟ ما عشان اطش بيهم واكل بيهم. اللي بياكل بايده ده مش بني ادم، ده حيوان. اسمع يا ست انتي، أنا ماسك نفسي عنك بالعافية قسما بالله. ده يا حيوان يا قليل الأدب يا مش متربي، إزاي تكلمني بالأسلوب ده؟ أنا مامتك ولما تكلمني لازم تكلمني باحترام، فاهم؟ ما هو يعني؟ ما هو يا ولد؟ ما أنا طول عمري عم باكل بيدي. عشان حيوان، من هنا ورايح لازم هتاكل بالشوكة والسكين. ما عارف زي تتعلم بعد ما شافوا ده كتاب هتكبر. حج عويس ما ينفعش الا يوم الخميس، قبلك ده الدوار كله يكون مقلوب. لا 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 الدنيا مقلوبه عندي وعاوزه تتظبط. دقيقه واحده. Can I help you؟ ها؟ You are friend Samantha؟ امريكا. حج عويس بقول لك ايه؟ لا بكرة ايه؟ ما ينفعش بكرة يا عمي، ما ينفعش بكرة. خلاص بكرة بكرة. سلام دلوق. بقول لك Do you speak Arabic؟ I am الكبير the king of Dawes and مزاريطي. Do you want to see ترعة؟ مانجو، غطان مانجا فاضية، ما تدري نروح هناك ونزيطه يا كبير. ماي وايف. بسرعه بسرعه. قوام. يور نمبر ان كول مي باك يا كبير. بسرعه قبل ما ملعوقه تاتي. اي يا كبير. هدي استري نفسك يا ولي، استري نفسك يا بنت. انا ماليش صالح، الحجه سمنته هي اللي عملت فيا كده وقالت لي لازم تبقى حلوه عشان تعجب الكبير. ما انا متنيل معجب بيكي. اتجوزتك ليه هنا؟ اتجوزتك ليه؟ الحاجات اللي هتحقطها علينا امريكا، شاطئ العراء وتاتوهات وحاجات من دي. يا بنت انت كيف البقره جارينك بصريمه؟ ما فيش مخ. خدي من ثقافتهم اللي يناسب ثقافتك كفتاه عربيه. في فتاه عربيه تقعد بقميص نوم في الدوار؟ ما فيش حد هنا يا كبير، كلهم برا. بركيه. ما هي الحجة سمنطة الله يكرمها خدتهم كلهم عشان يروق لنا الجو انا وانت. يعني الدوار فاضي خالص؟ ايوه يا كبير. خالص مالص ها؟ خالص مالص. زين. الواحد كده يقدر يتابع سبيس تون برواقه. ود 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 في ايه؟ كلنا بنتكلم في نفس واحد ما نسمعوش بعضينا. شوف يا كبير، أمر يا حج عويس، خلاصة الموضوع. أنت عندك ضيوف ولا إيه؟ هاي أنا اسمي سامانثا، أنت اسمك إيه؟ طب أنت؟
وانت اوه ايش انا بالجميع اوه ايه كوكي هما مش بيتكلموا ليه؟ ها ايه الاخبارات؟ واتساب anyway بص انا لازم اطلع فوق عشان اعمل الشنط بتاعتي عشان انا همشي باي ضيفة عندنا ضيفة سجوني العمدة الجديد اخوي جت من امريكا ونظام هاي وباي والحاجات دي هذه اخرة الحاجات اللي هتعقضها علينا امريكا والله اليومين اللي انت قضيتيهم معانا ست سمنتة فاتوا هوا يا ريت تعاودي تاني ثانك يو جابر ثانك يو سو ماتش حقيقي انا انبسطت في اليومين دول قوي بس انا مش عارفه هرجع مصر تاني امتى طب انا هتدله عشان اطلع شنط حضرتك من اوضه الكبير قوي عن اذن حضرتك يا ست سمنتة سام انت لسه فاضلك يومين على ميعاد الطياره من شارم في اليومين دول انا هعمل تور في شارم انا عمري ما شفتها وبيقولوا عليها حلوه قوي مع السلامه يا حماد هديه أنا قصداك في حاجة كده إيه يا حبيبتي؟ أمانة ما تزعلي من الكبير هو قلبه طيب وبيحبك قوي بس هو ما يرضاش يقول أنا عارفة I know أنا ما إيه اللي لبسي كده تاني؟ ما حوقش معاه وحلف علي لو شافني لابسة كده تاني هيطلقني غبي anyway أنا هبقى معاكي عالنت على طول وحقولك تتصرفي معاه إزاي ماشي هتوحشيني يا سام وإنتوا كمان هتوحشوني حبايبي جوني ماما لحظات الوداع دي بتبهدلني طول عمرك سنسيتيف وايموشنال يا ما بيبي اي لاف يو ماما اي لاف يو تو تيك كير سام نزل ايدك يا حيوان انت هتصاحبني ولا ايه وبقول لك ايه اياك تمد ايدك على الشوكليتس اللي انا جايباها لجوني انت فاهم مع السلامه يا حماتي ربنا يستر طريقك باي باي اول باي باي وي لاف يو I love you too. واحنا مش هندفع اكتر من كده ولا ايه يا رجاله صح يعني خلاصه الموضوع يا كبير ان احنا دلوقتي كوكي تعالى سلم عليا علشان انا ماشيه خلاص قوم سلم عليا مع السلامه يا حاج مع السلامه ايه ده ما فيش حضن لمامتك حبيبتك معقوله يا كوكي مامتك مش هتوحشك اوه حبيبي باي باي هتوحشني خالص 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 وانت كمان يا حدة فأمان الله فأمان الله سي يو جايز بينا يا رجالة حد عويس في ايه يا حد عويس احنا حنقول لك في ايه انت خابر زين في ايه طب والعقد والغدا عقد ايه سلام عليكم بينا يا رجالة يا حد عويس والله العظيم طب يا حج عويس وانا مالي هو في حد برضك اللي اختار امه طب تصدق وتؤمن بيه قول لا اله الا الله يا شيخ الست دي اول مره اشوفها بحياتي طب عشان خاطر انت امك الكبير قوي الله يرحمه اديني فرصه وانا اشرح لك كل حاجه ميتة بعد بكره على قولتك ده انت تنور وتانس سلام عليكم سلام عليكم كفايه كده هيجيله برد هو مش هيجي غير بكده خلعتني عليك يا كبير بيبي انت كويس لا ده زي الفل تلاقيه بس مش واكل ولا حاجه يقوم وياكل وهتلاقيه بيتنطط ويبقى فقره بقول لك ايه يا بيبي ما تيجي احنا نريح في اوضتنا ها ونسيبهم هم يصفصفوا مع بعضيهم ده مين يا ده عايزين سيب القميص سيبه انت بتعمل ايه اهدى يا كبير اوعي اهدي انطق يا انت مين وعاوز ايه؟ بقول لك سيب القميص محروق القميص يوه بقول لك سيبه يا قليل الادب انت بتتخانق معايا ولا مع القميص؟ هو انا عشان لابس قميص وبنطلون هفكرني من العيال فرافير ده انا زعل واجيب ناس زعل واعملها معاك وبغباوه ايه يا دي مخبه اللي هتعملها معايا ما تغلطش بقى عشان ما تجيش فيه هيك هي ايه اللي هتيجي فيه؟ هو انت هتحذفه بطقطوه؟ بس انت عايز تتربها من اول وجديد ولا ايه؟ باه انت بتبص لي كده ليه يا ولد؟ انفخ لمامتك ما انت مش متربي واللي مربى ما مربيش ايه انت مش عاجبك كلامي ولا ايه ما هو اللي عم يمخ مي علي وعم يغلط فيه عموما
حسابي معاك بعدين. معلش يا دودي ما تزعلش منه، بس الكبير ده دايما كده على طول قليل الذوق. والله يا بيبي انا ما رضيتش اتعصب عليه وكنت حق، بس عشان خاطرك انت يا روح روحي. ثانك يو يا دودي، ثانك يو سو ماتش. شايف الناس اللي اخلاقها عاليه مش زيك يا اللي ما تربتش. عموما حسابي معاك بعدين. يلا بينا يا بيبي نريلاكس في اوضتنا شويه. يلا يا بيبي. بيبي بيبي يا بيبي بيبي. اوه ما خلاص بقى يا كبير. ما انت سامع يا توما تقول لي ايه؟ ريلاكس بالاوضه. ريلاكس فين يا انت؟ في اوضتي. لا اسمها اوضتك كبير قوي. سو اسمها اوضتك كبير قوي. الواد الصيص ده ما يحتبهاش واصل على جثتي. اوفر ماي ديد بودي. واي؟ هتقول لي واي؟ هتقول لي واي؟ فكرك الكبير قوي دلوقتي هيكون مزقطت بتربته وانت سحباله عين صيص زي ده هتدخليه فرشته؟ سام في دي معاه حق. انا بصراحه انا كمان شايف كده يا سام. اخرس انت يا حيوان، انتوا عايزين مني ايه دلوقتي؟ ولا حاجه، انت تنامي في اوضتي وانا انام مع توماس في اوضته، فاين؟ فاين. ناركو زي العسل. عاجبك كده ياد يا ساجع؟ بصراحه يا كبير انت اللي بدات الخناقه. خناقه ايه؟ خناقه ايه يا موكوس؟ انا عم اكلمك على اللي بتعمل امك. ماله اللي عملته ماما؟ في ايه؟ فين المشكله؟ انت يا ابني مش راجل يالا؟ امك راحت تتجوز لي عيل صايع وانت قاعد تقول لي فين المشكله؟ ده انت ضايق قوي. سو وات؟ طالما في لاف وحب سو وات؟ اصغر مني ومنك. مش هو ميل وهي في ميل؟ يبقى سو وات؟ انا لو سمعت سو وات دي تاني هقطع الجزمه على نافوخك. انا مش فاهم انت معصب نفسك ليه؟ هي حره. اقول لك ايه؟ ما انت عيل بقصه وابن امك. يلا يا هدي. انا عايفه انا من غيري انا قلبي اللي التلات عيون حلوين رقصني انا دلعني انا حبيبتك انا بس هي مين. والنبي يا كبير هات لنا قناة الدوامة دراما. واه ما شايفنيش عم اتفرج على التلفزيون ولا ايه؟ معلش والنبي يا كبير اصل زمن التمثيلية جات. تمثيلية ايه دي؟ تمثيلية شجوم على الشوان بتاعت الجواسيس. ايوه هي دي يا كبير. بنت ما انت شايفاها هي دي 300 مرة قبل كده. واه يا كبير دي تمثيلية وطنية يعني لازم كل متاج نشوفها. لا مش لازم ولا حاجة. مش لازم كيف يا كبير؟ مش احنا كل سنه يوم 6 اكتوبر بنتفرج على فيلم الطريق الى ايلات والرصاصه لساتها في جيبي وابناء الصمت بيجيبوا الافلام دي ليه؟ عشان افلام وطنيه يبقى لازم نتفرج عليها. مش ناقص خوته انا متابع البرنامج ده. ده برنامج طبيخ يا كبير، هو انت بتخش المطبخ من اساسه؟ والنهارده هيكشف عن سر عجينه الكرواسون. طب معلش شو النبي يا كبير؟ الحلقه دي وخلاص. مش معنى يعني الحلقه دي؟ بس الحلقة دي اللي فيها الأستاذ عادل إمام لما بيعرف إن الست جوجو بتشتغل مع مين؟ مع المخابرات المصرية، وبعدين بتحط له الورقة في جيبه اللي بعتها له مين؟ الرئيس زكريا، وبعدين هو بيخش يقراها فين؟ في الحمام. لا إله إلا الله، ما أنت متنيل حافظ الحلقة، عايز تشوفيها ليه؟ بس بحبها قوي يا كبير. لا ما فيش تمثيلية يعني ما فيش تمثيلية. والله ده ظلم. جزرة وقطبة جحش. يلا تقلبي، يلا تقلبي، حضري لي حاجة نطفحوها. ماشي. على طريقتي الشيف شيربيني. الله يقل مزاجك يا هدي. الواحد كان مفرفش ويتفرج على هيفا يا عم تتلوى، رجع لقي هاني شاكر عم ينهار. هاتي لي حب الصلاة يا بنت. كبير كويس جدا انك هنا. انا بقى عايز اسالك سؤالين في السريع. انت البعيد ما عندوش دم، قاعد باكل وقاعد قاعده حميميه مع عمرتي. اهدى يا كبير، ما انا هقعد اكل معاكم برضه واتكلم فاس حاجه يعني. ما بعرفش اكل واتكلم في وقت واحد. طب بص هما سؤالين بس عشان خاطري، سؤالين وخلاص. اتنين اسال. ها اوكي يا كبير، انت عندك كام عامل شغال في الارض؟ انت جاي تنق علي يا انت؟ لا يا كبير، انا بعمل بحث عن علاقه راس مال بين الفرد والمؤسسه، والعلاقه دي لخص لخص 100 عامل. ها هايل جدا. طب وبتدي كل واحد فيهم بقى كام في الشهر؟ وايه دخل دي براس المال والهيصه اللي بتحكي فيها دي؟ الله، ازاي يدخلهم؟ احنا لو عرفنا متوسط دخل الفرد هنقدر نعرف متوسط دخل العمال. كفايه لت وعدن، الوكل هيبرد.
25/2 في الشهر و7/2 يوماتي. حلو قوي. طب واليوم نسبه في الربح السنوي قد ايه بقى؟ ليه فتحها سبيل اياك. يعني دخلهم السنه بيبقى مرتب بس. بس تفتكر الناس كده يبقوا مبسوطين يا كبير؟ وهيحبوا يديهم معدوله ومقلوبه وش وظهر يعني. طب يا كبير ما بتفكرش انك مثلا فرج علام؟ فرج علام اتفضل. ايوه كبير بس انت ما فهمتش. عارفك ده اتفضل. اوكي بون ابيتي. الواد ده خوفني، ما عندوش احساس، ممكن يطلع لي في الحمام. هو بيسألك الأسئلة الكتير دي ليه يا كبير؟ تلقيه بيحكحك كده، عاوز يشتغل معاي. شغل إيه؟ هو إحنا تلامذة؟ الموضوع ده فيه إني. إني كير. أنت مش واخد بالك يا كبير، ده عمال يسألك الناس عاملة إيه؟ مبسوطة ولا لا؟ بتاخد كام؟ فيه إيه يعني؟ فيه إيه كيف؟ ده بالظبط زي اللي حصل في المسلسل بتاع سجوم على الشوان. تاني عن كل جمعة الشوان. اسمع بس يا كبير. فاكر لما الاستاذ مصطفى فهمي كان بيقول الاستاذ عادل امام يا جمعه عايزين نعرف الناس في مصر عاملين ايه، بيطبخوا ايه، بياكلوا ايه، ليه عاد؟ عشان يعرف الحاله اللي البلد فيها يقوم يخطط ويتجسس صح. يا ولي انت المسلسلات واكل دماغك والمفتش كرومبو والحاجات دي. ليه يا كبير؟ ده عيل امريكاني ولايف على اخوك وجاي حاطط لنا هنا في الدوار ولا نعرف له لا اصل ولا فصل، وعمال يسال في اسئله غريبه كده. اقطع دراعي ان الواد ده وراه حاجه غلط. يعني انت عايزه تقولي ان الواد طومس ده جاسوس ويضحك علينا طول الفتره دي؟ ايوه. طب ما الاستاذ محمود عبد العزيز بذات نفسه في رأفت الهجان قاعد في اسرائيل يا جميت حلقه ومحدش كان عارف انه جاسوس مصري، حتى كانوا بيحبوه اكتر من اهل البلد كمان. وجهة نظر برضه كبد. سي توماس، سي توماس. ايوه يا هدرس. 30 صورة بالتمام والكمال زي ما طلبت. برافو عليك يا هدرس. بقول لك ايه؟ عد عليا بالليل عشان تاخد الميموري كارد عشان تطبع بقية الصور. ما تنساش تجيب لي الرجالة اللي قلت لك عليهم. ايوه الرجالة. اقول لهم انت عايزهم ليه بالظبط؟ اقول لهم ان انا عايز اسألهم شوية أسئلة بسيطة. من عينيا يا سي توماس. شفت؟ مش قلتلك يا كبير؟ يا هلا الله اللي هنا يا اخوانا. نعم احنا عمال التكييف وجايين عشان الصيانة الدورية. ربنا يسهلك. الفريون 10/10 ما عايزينش. مش انت الكبير؟ ايوه. اروح ادور، أروح أدور، أروح أدور على نفسي. يا مرحب يا مرحب، نورت يا مشوار. شوات إيه ونيلة إيه؟ اتصرف بطبيعية، إحنا عمال تكييف عاديين، اتصرف بطبيعية. يلا يا دي يا قدامي يا دي مريح ده شغال. بنتي عادية، الجماعة وصلوا يا بنت. يا مرحب يا مرحب بالمشوار. بس ايه يا ابويا السياح ده؟ من فرحتنا بيكم يا بيه. مش محسن بيه قال لك ان الموضوع ده سر بينك وبينه بس؟ ازاي تقول لمراتك؟ ما هو قال لك وقال للراجل ده. ما هو طبعا لازم يقول لنا، مش شغالين معاه. تفضح روحك، تصرف في طبيعيه. ايه خلاص يا بنت خلاص، دول عمال التكييف يعني تاني صلحوا التكييف وبيصرفوا بطبيعيه. هو فين؟ الجاسوس؟ هناك في الاوضه هناك. طب حد يخرجه بسرعه عشان نعرف نشوف شغلنا. يا توماس يا توماس. ايوه يا كبير. كنت اقول لك عايزك في موضوع مهم. لا معلش يا كبير، بس انا عندي شغل في الاوضه هخلصه وانزل لك على طول. يا خد ياد بقول لك ياد موضوع مهم ياد حيا وموت. اوكي خد بالك بقول لك شغل شغل جواسيس. شوفوا عايزكم تكشفوا على كل الاوض، شوفوا التكييفات وتصلحوها. تبداوا بالاوضه دي اوضه توماس. لا يا كبير انا التكييف عندي تمام. معلش خلي الناس تشوف شغلها، ولا انت خايف يلقوا حاجه كده ولا كده؟ انا بقول لك مفيش حاجه، وبعدين انا اوضتي بصراحه بايظه ومتبعتره وكل اوراقي المهمه ومستنداتي مرميه على الارض، وانا بصراحه مش عايز تبوظ اكتر ما هي بايظه. وبعدين انا لو التكييف بايظ انا هصلحه على حسابي. وعلى ايه التكاليف؟ على ايه؟ ما الناس ها
يا كبير انا مش عايز حد يخش اوضتي. لا هيخشوا ولا انت خايف يمسكوا عليك حاجه؟ خلاص يا كبير خلاص سيبه براحته. اذا انت شايفك ده ماشي شوف هتعدي على كل الاوض الا الاوضه دي بتاعت توماس. ها دي اللي فيها هتلاقي حتى بالاماره اكرتها محترسه شوي. ما احنا هنشوف اللي نفحصها دي وهنظبطها. حاضر شكرينا كبير. ربنا معاكم. ايه يا كبير ايه الموضوع اللي كنت عايزني فيه؟ انا كنت عايزك في موضوع. مش انت منزلني من فوق عشان عايزني في موضوع؟ موضوع الحيوي الموت. ايوه موضوع حيوي. تعال 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 اقعد اقعد. لا 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 اقعد اقوم من هناك. امك شوفه دي اقعد. شوفه ايه؟ غريب جدا. في ايه؟ هي الأوضة اللي في الوش دي. شكرين يا ستي. العفو. ايه تاني؟ خلوا بالكوا اللي يكون داسس حاجة هنا ولا هناك ولا هناك ده جاسوس خطر. أنا مش عارف أقول لك إيه على المعلومة. ما تروشيناش يا ستي. ربنا معاكم يحميكم لشبابكم ويخليكم لمصر. الله المستجاب يا أمه. ممكن نشوف شغلنا؟ تفضل. يا ريتني كنت معاهم. ها طمني عامل ايه في ابحاثك المريبه دي والمستندات والحاجات اللي بتعملها فوق دي؟ والله يا كبير شغال فيها بس جت تعبان قوي. الله يقويك. طب ايه الاسئله اللي كنت عايز تسالها لي؟ ولا انت ما حبكش تسالني الا لما اكون في الحمام او باكل؟ لا ما خلاص كل المعلومات اللي انا عايزها عرفتها. عرفت كيف؟ سالت الناس من اللي شغالين عندك وشويه ملاك من اللي حواليك. موبايلي فين؟ موبايلي فوق. انا هطلع اجيبه واجي لك على طول. اخشى عياد اقعد ما نكسرش خبطه الدماغ. كل رناتك طويله ومايصه. اقعد. كبير انا مستني مكالمه من بره. من اسرائيل؟ ها ايه من اصحابك يعني من بره؟ لا انا مستني مكالمه مهمه من ناس مهمين. اهم مني اياك؟ لا اسمعني زي. بنجسس شويه. مهملين المذاكره وقاعدين عم تتجسسوا. قوم يا انت هو بدل ما ابلغ عنيكم. ياهو الواحد ما يقدرش يجسس شويه في البيت ده ولا ايه؟ يا بجاحتك. طب انا هتدلالك يا ريا ابن الجاسوسه.
جمعة يا جمعة، انت فين يا جمعة؟ فاطمة انا، تعال يا بنت، حبلك بطيء خلقك يا بنت. انا عميت يا جمعة، انا من يوم عرفتك وانت عميت، بس خلاص هعمل لك العملية وحتفتح يا بنت، ومصر هي اللي حتتكفل بكل التكاليف. لا انت بتضحك علي كمني عمي. ايه جو الشحات الرخيص ده؟ ايه كمني عمي؟ اعمل لك العمليه بحسب ده، هو اللي قال لك ده. حتى بالاماره انا معدك ده على بتنادي وراجع ده على سكت بورده. يعني صح الصح هعمل العمليه واشوفك. هتتنيلي تشوفيني، هتتنيلي تشوفيني. بس لا قدر الله لو نظرك يعني رجع ضعيف شوي هعمل لك الليزك. ربنا يخليك لي يا جمعه. جمعة فاطمة ليزك جاسوس 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 جاسوس. يا أنا ما جاسوسش، أنا ما جمعاش، أنا ما جمعاش. بتحب مصر قد إيه؟ قد ما أنت بتحب إسرائيل. أمال بتتعاون معانا ليه؟ عشان أنت قلتوا لي إن ده فيه مصلحة لمصر. المنجاية فيها كام بذرة؟ فيها بذرايا واحدة وقدك ده هتير، انت تقصد الطماطم. اوكي سوري. الطماطمايه فيها كام بذرة؟ هات لي حباية وانا اعدهم لك، مش هتسلك معاي. اوكي. ايه قيمة الحيرة؟ يحطوك في اوضة مدورة ويقول لك فك زنقتك في الركنة. وايه قيمة العجب؟ انك تلقى الركنة وتلقى حد تاني بيفك زنقته فيه. نملة، خرتيت، حمار محبوسين جوه اوضة، والمفتاح من بره يطلعوا ازاي؟ الخرتيت يكسر الباب. غلط، النملة تطلع من تحت عاب الباب تفتح لهم من بره. ما هو ده كان رأي الحمار. كبير مبروك علينا انت. من المخابرات المصرية إلى أعزائنا في المخابرات الإسرائيلية، نشكركم على حسن تعاونكم معنا طوال الخمس سنوات الماضية، وما نجلكوش في حاجة وحشة. يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر. أكيد. أو ماي جاد، خير يا دكتور؟ طمني. عندهم حساسية مفرطة من التين الشوكي، وللأسف الحساسية دي معدية جدا، يتعزلوا التلاتة في أوضة ومحدش يخش عليهم. بتدي لهم الدواء ده والسقسقة تلات مرات في اليوم. ليه؟ السقسقة. والسقسقة دي قبل الوكل ولا بعديه؟ لا، سقسقلهم وهم بياكلوا. أنا زهقت. الدواء ده يجي بسرعة وياخدوه. لو حصل لهم حاجة أنا بحملك المسؤولية كاملة. السلام عليكم. خد تعالى يا دكتور. أيوه. أنت زعلان مني بحاجة؟ يعني شايل مني مسود من جوه بحاجة؟ لا. قول ما تخافش، مش عشان أنا الكبير ممكن أتويك هنا، قول قول. لا هو أنا بس الله يسامحك يا بابا، قلت له نفسي في حقوق فرنساوي، أصر إني أخش المعهد. ما حد ايد اللي هيطلع دكاترة. مين ده؟ ها الدكتور قال لك ايه؟ قال لي اتعزلوا. شوفي خليهم التلاتة يناموا في اوضة جوني. ماشي. طب انا هنام فين دلوقتي؟ مش احنا قلنا يا حبيبتي انك هتنامي في اوضة اختك اشلي؟ تيوبيت، ما هي دلوقتي اكيد مليانة فيروس وانا كده ممكن اتعدي. ايوه صح، البنت دي عندها حق، خليها تنام في الفسحاية هنا. بيقول الظريف ده؟ بعدين ما وجهتلكش كلام، فلو سمحت ما تتكلمش معايا. اسمع يا بنت دي، البنت ده كلها تكوم ولا كوم تاني، حسك عينك تكلميني كده مره تانيه. خلاص يا كبير، دي ضيفه برضك. خلاص يا حبيبتي، عندينا اوضه تانيه ان شاء الله. اوضه ايه دي؟ اوضه الكبير قوي. بتقول ايه يا بقره انت؟ هو اي حد معدي ينام في اوضه كبير قوي؟ معلش يا كبير، دي عيله ما هتستحملش تنام على الكنبه. تستحمل ولا ما تستحملش؟ ان شاء الله تنام في اي داهيه. مين دي اللي تنام في اي داهيه؟ انا ما بوجه لكيش الكلام، لو سمحت ما تكلمنيش. يا كبير يا كبير، دي عيله صغيره. دي عيله صغيره دي؟ دي وليه مسخوطه. طب عشان خاطري يا كبير. لا.
طب ورحمة أبوك يا كبير لا توافق. اعمل اللي أنت عايزاه يا هدية. نظراتها مريبة البت دي. شفتي يا حبيبتي تصرفت لي كيف؟ ده أوضة الكبير قوي دي أحلى أوضة عندينا، بس ما تغلاش عليك يا قمر، أوضة شرحة. خلاص خلاص ما ترغيش، فين الأوضة دي؟ الأوضة اللي في الوش دي. طيب اطلعي بقى انقلي الحاجة بتاعتي من الأوضة دي للأوضة دي، ماشي؟ يا جبروتك استغفر الله العظيم يا رب. الفطور يا هدية تبص لك ليه يا بتتي؟ انا حرة ابص في الحتة اللي انا عايزاها. ادي الفطور كله اها. عامله لك فطور النمايه ملوكي. تعالي يا حلوه هنا اقعدي جنب عمك الكبير. اوف ايه الريحه دي؟ انتوا هتاكلوني ايه؟ تلقاها بس المفتقه، اصل الحلبه بتاعتها زياده شويه، والباقي زي ما انت شايفه مش فول، عسل بالطحينه، بيض عيون مفقعه، بيض مكحره. لا 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 انا مش فاهمه اي حاجه من اللي انت بتقوليها دي خالص. انا هاكل من القرف ده؟ قرف ايه يا مفعوصه انت؟ احنا ناكل اكل البهايم ولا ايه؟ لو سمحت ما تتكلمش معايا، انا ما وجهتلكش كلام. طيب يا حبيبتي اجيب لك جبنه بيضة؟ ممكن. طيب هروح اجيب لك رغيف عيش وحته جبنه بيضة من الصفيحه. صفيحه ايه يا هديه؟ ما تقفلنيش. بصي هاتي الجبنه من غير ما تحكي لي اي تفاصيل. من عيني وبالمره طلع الفطور للعيانين. خلي بالك ما تدخليش الاوضه لا تتعدي وتعدينا كلنا. ما تخافيش هحط لهم الفطور قدام الباب. بتردي على الهتيره دي؟ انتوا ما بتفرش كده اكسر الطبق على نفوخك. طب اكسره كده على نفوخي وانا احبسك. يا بنتي جبت القدره دي منين؟ تعالى يا ولد. بسم الله الرحمن الرحيم. خضيتني يا سمكيه؟ خضيتني يا شيخ؟ خضيتني يا شيخ؟ كنت فين؟ الفطار فين؟ خلاص خلص بح يا نغنوغه. خلص يعني ايه؟ وانا هاكل ايه؟ خش المطبخ دوري في بواقي الوكل يمكن تلقي حاجه تاكليها. انت يا بابا انت خلي بالك انا واقفه هنا. هديه فين الجبنه اللي انت جبتي لي منها امبارح؟ في الصفيحه. طب ممكن تدخلي تجيبي لي منها حته او عيش؟ الصفيحه عندك هناك في المطبخ، لو جعانه خش انت هاتيها. انتوا فاكرين يعني عشان انا قاعده عندكم تقدروا تتحكموا فيا؟ على فكره انا اقدر اعتمد على نفسي واجيب كل اللي انا عايزاه. يا واد يا اندبندنت. يا لهوي بالي، تسلم يدك يا هديه. ده انا بطني طقللت من كتر الوكل. بالهنا والشفا يا كبير، مطرح ما يسري يمري. بس انت عملتي وكل كتير قوي ليه؟ ده احنا تانيين بس هنرمو الباقي. معلش يا كبير كله من فضل خيرك، عبال ما تغسل يدك اكون انا عملت لك الشاي عشان تحبس. لا شاي ايه؟ وانا في مكان في بطني؟ هاتيلي فوار عشان افك. من عينيا يا كبير. يا كبدي دي البت جعانه قوي يا كبير، والله حرام اللي احنا بنعمله فيها ده. حرام ايه؟ دي بنتي عن طوزه من خير على فوق احسن عشان تتربى. هديه هدية، انت مش قلتيلي ان البنت اللي هتنظف هتيجي امبارح؟ ما هي جات امبارح. طب ليه ما قلتلهاش تنظف الاوضه بتاعتي؟ ما انت كنت نايمه. طب ليه ما صحيتنيش؟
مش انت قلتي ما عاوزاش حد يصحيكي؟ طب مش ممكن تكلميها وتيجي تنظف الاوضه؟ لا طبعا مش ممكن، عشان دي بتجينا من اخر الدنيا وبعدين معاهاش مضير. طب هي هتيجي امتى تاني؟ اول الاسبوع اللي جاي وعليكي خير. اول الاسبوع الجاي؟ والاوضه بتاعتي هتفضل كسره كده لحد الاسبوع الجاي؟ هنعملوا ايه يعني؟ ادي الله وادي حكمته. انا هنظف الاوضه بنفسي. ايه تاني؟ انا هحتاج شويه حاجات عشان انظف الاوضه. هتحتاجي ايه يعني؟ منفضه ريش ومكنسه كهربا وديتول وزعافه. من عيني. وما عاوزاش معطر جو كمان. ايه ده؟ اهو ده اللي حدانه. طب وانا هنضب بيهم ازاي دول؟ دي تكنسي بيها، ودي تمسحي بيها، ودي تنظفي بيها. اتلافي. وبقي كنسي الاول قبل ما تمسحي عشان ما تطينيش الدنيا. فهماني يا بزوايه؟ مسحت وكنست ولا ام بعبيك الشغال؟ احسن تستاهل. بس بامانه يا كبير البت صعبت علي قوي. ما يصعبش عليك يا غالي، دي بنت جبروت عايزه تضرب البلغ على نفوخها عشان تنعدل وتبقى عاديه. ووه دول قالوا الكهرباء هتتقطع النهارده يجي 3 ساعات. احسن بردك الواحد يعرف ينام في هدوء. تصبح على خير يا ولي. وانت من اهله يا كبير. ميه؟ انا سو. نعم. اصل النور اتقطع وانا بخاف انام لوحدي في الضلمه. يا حبيبتي طب تعي نامي معانا. تجي تنام فين يا هتير انت؟ يا كبير البت خايفه تنام وسطينا. معلش لو سمحت وهوعدك اول ما النور ما يجي هروح على اوضتي على طول. ماشي خش. تفضل يا جماعه. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ده الاكل الخفيف يا ستي هديه. ده ما شاء الله الاكل كتير وزي الفل. بس انا مش هقدر اكل الاكل ده كله. انا اصلي بصراحه من ساعه ما جت لي الشظجه في البريء في حرب 73 وهي مقصره في حبتين. معلش كل على قد ما تقدر. يلا يا جماعه مدوا يدكم ما تتكسفوش. لا تكسفوا كيف؟ ده البيت بيتهم. مد يدك يا عروسه. هو انت ما بترديش ليه يا حبيبتي؟ هي بنتك ما بتتكلمش ليه يا نظيم باشا؟ هي واخده الشظجه في ال ما تاكلوا يا جماعه ولا الواكل ما عجبكمش ولا ايه؟ لا ما عجبناش ايه؟ ده ما شاء الله زي الفل وريحته مفحفحه. الا مين اللي طبخ؟ خالتي هديه. خالتك؟ يا سلام يا سلام الريحه جميله جدا. انت ليكي نفس في الطبيخ هايل. بالهنا والشفه. ده مش مقامكم ده والله كنا ذبحنا لكم عجل. ربنا يخليك ويسعدك. انا اسف يا جماعه. اسف يا دكتور ابني. لو سمحت هات لي المعلقه اللي وقعت. انا اصلي من ساعه حرب الخليج كانت جات لي شظجه في الحوض مقصره في حبتين. مساح
ايه الراجل المشخرم ده؟ كله شظايا. اعمل له ايه طيب؟ هاتوا له مغناطيس يشفط الشظايا دي، خلصوه من الامه يا اخي. هدي سلامتك يا ابني الكبير الكبير. شوف عايز ايه؟ ما تطلع له انت يا اخوي. ماليش دعوه. مش انت اللي قعدت تقول لي مالكش صالح بالكبير ومصاريه ومدركيه، اطلع له انت تصرف معاه. انت يا بنت يا هديه. قال لي هدية، ما قالش يا جوني، قال لي يا جوني ما قالش، بعدين ما ينفعش أقوم، في رجالة هذا لازم أقعد معاهم، يلا قوم. أنت يا بنت. ست هدية، يبدو إن في حد نابع صوته وبيندهلك، ويبدو أيضاً إن هو عارف سيادتك أوي أوي، عشان كده بينده عليك ويقول لك يا بنت يا هدية، يا بنت يا هدية. لا هو مش يبدو خالص، هو واضح موت وكلنا واخدين بالنا إن في حد بيندهلها، قومي يا هدية شوفي الكبير عايز. أيوة أنا جاية ها، جاية. استرها يا رب. يبدو ان احنا نروح في 60 داهيه. ايوه يا كبير. اديني ساعه عم بنده عليكي، خفي انا فين يا بنت؟ انا جيت اهو. ايه اللي جابك بدري كده يا كبير؟ خلصت مشوار البنك وجبت لك الليليته اللي انت عايزاها، لقيت نفسي مفرهد، قلت ارجع الدوار. بيني وبينك عملت بنصيحتك، كلمت الحاج عوض قلت له يجي هو على الدوار، طلع بالصدفه جاي المزاريطه. تاكلوا يا جماعه، دق من الطبق. ايه الصوت ده؟ في حد جوا في السفرة؟ أصلي مالك يا بنت مش على بعضك؟ شوف يا كبير أنا هعترف لك على كل حاجة. اكسكيوز مي، ممكن بعد إذنك بس آخد صورة مع حضرتك يعني قبل ما تفتح؟ أصل شبهه بالظبط. شبه مين؟ مدرس كان بيديني كيمستري في الهاي سكول. بتقولي إيه؟ أوه ماي جاد، فضحني خلاص. طيب هروح أهضم بقى عشان اللقمة تقيلة. هوب لا لا كمل كمل انت نظيم بيها، ما تاخذنيش يعني ما تنخلاش، ده سلوى بلدهم هيعمل رياضة في وسط الوكل ده. أفس رايح فين بس يا كبير؟ رايح اطرد الناس اللي جوا دي واضرب فزيع واخوف من جزمة. احب على يدك يا كبير، بلاش فضايح، خلي اليوم ده يعدي على خير. خير؟ ده انا حطين عشتهم، حد قالهم يتفشخروا ويقول ان هم العمدة واخوه، وانت كيف توافقي على حاجة كيف كده؟ والله دهجوني. حرام يا كبير، الواد فزع ده برضك واحد منينا، وانت ما ترضى لهوش الحبس والمرمطه، وهو وعدني انه هيقول الحقيقه بعد ما اليوم ده يعدي على خير ان شاء الله. برضك من سبب يا هديه، من سبب. معلش يا كبير، عشان خاطري، دول هم ساعتين زمن وهيتكلوا على الله، وبعديها ابقى اعمل في فزع اللي انت عاوزه ان شاء الله حتى توصلخه. ماشي ماشي يا فزع الكلب. رايح فين؟ رايح اعمل الواجب، ابارك للعمده ونسايبه. يا مري كيفك يا عمده؟ كيفك يا فهيم؟ بالباط يا عمده. يا ابن جنابك لابس عبايتي يا حلوف، بعد ما المول الده يطفط حقرمش رقبتك. منور يا كبير، تفضل. مبروك يا فهيم. الله يبارك فيك يا عم. اهلا وسهلا. اهلا بيك. مش تعرفني على نسايبك؟ امال ايه؟ اللي هو نظيم ابو العروسه، وديك بنت عرباب العروسه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. لا ما تعرفناش ببعض، بالرغم ان انت ماشي من ورايا ومن ورا قفايا، رايح جاي تعبط في ده وتدي ده من غير ما تعبرني. لا ما هو دوك مش غريب، ده الكبير عين اعيان البلد وجوز خالتي هدية. خالتك؟ ما شاء الله. ايوه خالته يا كبير، مش فزع وفهم يقول اد اختي. شوف ازاي. لعلمك فزع ده يبان كبير لكن هو عيل صغير، عايز اقول لك ان تحت العبايه المعتبره دي كفوله. اهلا 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 وسهلا. اهلا بيك. تصدق ان انا يعني حابب ان انا ادي لك عبط من اللي انت اديتهم لي دول وكم باط، بس بصراحه انا مش قادر اقوم، عندي 270 شظيه داخلين في جسمي مختلفه الاحجام، وده لان اللي قدامك ده بطل من ابطال حروب مصر السبعه، ابتداءا من حرب 56 ومرورا بحرب 73 والاستنزاف وانتهاء بحرب الخليج، ده غير لمؤاخذه في الكلمه حبه مقاومه كده في افغانستان.
طب وعدم المؤاخذه يعني هي كل الشظايا دي في حته واحده؟ لا متنطورين. يا الحمد لله الحمد لله ربنا يعافيك. وبتشوف المؤمن مصاب في الاول وفي الاخر. والله وبقيت جحش وكبرت وحتتجوز يا فهيم. خلصت المعهد ولا لسه؟ المعهد معهد ايه؟ معهد ايه؟ اصل ما شافنيش بقاله كتير. داني بكالوريوس طب واخد الماجستير ودلوقتي ماشي في الدكتوراه. ما شاء الله ما شاء الله. فهيم سرنجه بقي دكتور شرنجه. قصه طويله. وهو صغير كان يحب يجمع مخلفات المستشفيات اللي هي السرنجات دي ملوثه، يقعد يشكشك بها نفسه ويشكشك زمايله ويشكشك البهايم والكلاب في الشارع وينقل امراض يعني. من ساعتها اطلقنا عليه اسم فهيم سرنجه. بس تعرف يا فهيم ابني انا مفتخر بيك جدا جدا جدا. انت كده قوي، سبت أطيان أبوك العمدة وسبت كل اللي انت فيه ورحت داخل على الطب مخلص ماجستير دارس في الدكتوراه. أيوة أنا طبعاً عمري ما نسيت حلمي أني أكون دكتور عشان أفيد الناس وأخفف عنيهم. وده طبعاً بالرغم من أن أبويا مات الله يرحمه وفات لي فلوس وأطيان كتير. أيوة 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 فات لك ياما. الحج عباس فات لي الله يرحمه يا ما فتلك أطيان وحاجات ولا إيه يا عمدي؟ أيوة مالية منورين ونوركم غطى على الكهرباء. أيوة بمناسبة الكهرباء مش وأنا جاي الدوار لقيت سلك الكهرباء العمومي عريان. يا ترى مين اللي هيمسك السلك العريان؟ مين؟ يرحب بيك ويرحب بإدارك. يا سلام يا سلام، إيه الصورة العظيمة دي؟ إيه ده؟ هيبة وشيبة ما حصلتش إلا مين دي يا فهيمة ابني؟ ده سرت أبويا الحاج الله يرحمه. الله يرحمه. فاكر يا فزاع؟ ما فاكرش حاجة. فاكر إيه؟ إيه خرطوم الذكريات اللي أنت فاتحه ده؟ قصر يا فهيم قصر قصر وما توجعش دماغاتنا سايبك أمال. الو يا حاج عوض جاي نعد ولا ما جايش؟ والله لساك في المركز. طب ايه هتركب وتاجي زين؟ خبر الدوار ولا لا؟ مالي انا مستنيك. سلام سلام. خذ يا بنت خذ يا بنت روح فين؟ هروح اجيب لهم الشاي. اه دخل من دور شاي يطفحوه. وفيه ناس دي قاعدة تحمل لحد متى؟ معلش يا اخوي زمانهم ماشيين. منورين منورين بوجودك يا كبير. ايه يا دكتور ليه قاعد كيف المتسلخين؟ قاعد في بيتي يعني. طب نستأذن احنا بقى يا جماعه. يلا بينا يا رباب. لسه بدري لسه بدري. بدري من عمرك يا كبير. يلا يا رباب خدي لك تفاحتين سلميهم في السكه. واه هتمشي دلوقتي يا عمي؟ هو انت لسه قعدت؟ وبعدين انا عامل حسابي انك حتبيت معانا النهارده وموظف اوضه الضيوف بنفسي. لا مؤاخذه ناموسه. لا نقعد ايه ونبيت فين؟ انا بصراحه مش عاملين حسابنا. مرة تانية إن شاء الله. أيوة صح أنت صح. تجوا مرة تانية حتى تجوا أول اليوم فريش كده. طب تقعد وتتفرج معانا على فيلم السهرة. لا مؤاخذة لا مؤاخذة نحلة. إلا قولي يا فهيم ابني فيلم السهرة ده فيلم إيه؟ فيلم الطريق لإيلات هيجيبوه النهاردة على القناة السابعة. ما ينفعش يشوفوه. ليه؟ أول هام القنوات الأرضية بتجي عندنا مشوشة كلاتها ما شغالش غير الهوت برد. ما ينفعش. تاني هام طريق الليلة تلاقيه شافه 100 مرة قبل الدنيا. بس أنا بصراحة يا كبير يا ابني أي فيلم بيفكرني بالحرب أو مسلسل ببقى مبسوط جدا 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 وخصوصا الفيلم الطريق إلى إيلات ده. بيفكرني بأيام جميلة جدا جدا جدا. ليه يا عمي؟ هو أنت حضرت تصوير الفيلم؟ احكي لنا عاد كواليس الميكنج بتاعه. ده ميكنج إيه وتصوير إيه؟ أنا كنت واحد من الضباط اللي قاموا بالعملية دي. أنت تعرف
تعرف الدور اللي قام بيه الضابط الممثل بتاع اسمه نبيل حلفاوي ده؟ ايوه انا كنت الضابط ده. حضرتك قلت بالحقيقه برضك نسور في الجو وزيت في البحر. ايوه يا ريتني كنت معاكم. خلاص عياد ما دام كده يبقى ثلاثه بالله العظيم لن انتوا قاعدين متفرجين معانا على الفيلم. ايوه بس يعني ما بستش ولا حاجه يا عمي. واه الشاي كمان جاها. عبال ما نشرب الشاي يبقى الفيلم قرب. عنك يا خالتي لا مؤاخذه طريشه. عنك يا خالتي. العباية باظت. هات العباية هات العباية. العباية لخالتك. العباية لخالتك. يروح خالتك بلا مأخذة يا فزاعة. والله ما خدت بالي. حصل خير يا فهيم. فداك 100 عباية زيها. عاوزك في كلمتين يا عمدي. هو اللي كبهم. كلمتين يا عمدي جوا. أمر جنابك. لا مؤاخذة عرسي. حصل خير يا عمي. حصل خير. تفضلي يا عمي. ان شاء الله. تفضلي يا عروسة. تفضلي. اشربي يا رباب. خير يا كبير. خير. خير يا كبير. لا تعمل ايه. يدي يا ابني. اعمل لي فيها عمدة. يا بقرة. يا بقرة. يا بقرة. يا كبير. لهويه. لهويه. بل بطل لي عبايتي المفضلة شاي. شاي. انا مالي الصالح. مالي الصالح يا كبير. الولا فهيم هو اللي عكعكني في الوجع المربربة دي. طب ايه قولك عاد. انا انفخك انت وفهيم. انح عليك. امنوا جنبي. يا فهيم. صوت عالي. يا فهيم. تعال يا فهيم. في حاجة فتزاع. ايوه. لما عريس الغفلة. امسك فيهم ليه؟ هو بيت ابوك يعني؟ ده العشان برضيك يا كبير. انا زي اخوك الصغير. وانا لما ابويا مات من 25 لا 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 شوف فكك من جو المسرح التدريبي ده. فكك مني. ادائك مبالغ فيه. مبالغ فيه على الاخر. اخوي اخوي قوم تشتغلني. اشتغلني. تعملهم علي. اسمع يا انت وهو. ما حدش حيتفرج على افلام هنا. فاهمين؟ فهمين. صوت عالي. كبيرك. فهمين. فهمين. نفس النفس مع بعض. فهمين. فهمين. يلا يا فهيم. يلا يا فهيم. يلا يا فهيم. عدي يا فهيم. عدي يا فهيم. ايه اللي وصلتني؟ افتحوا لك. افتحوا. شفت كيف طار كيف القرد؟ عاوز اجرب زيه. جرب زيه؟ ايه رايك اني حديك منابه ومنابك يا كبير. لا يا كبير. لا يا كبير. الو. ايوه يا حامد. حامد انت ما بتردش عليا. بتتهرب مني. النمره غلط يا اخ. انت النمره غلط. لا بقول لك ايه ما تمثلش عليا. مش عليا انا الحركات دي. فين الفلوس اللي عليك يا حامد؟ انت بتفهم منين يا عم؟ انت بقول لك النمره غلط. النمره غلط. ما بتفهمش عربي. نمبر رونج. يا ساتر. انت بتنفذ سكه في وشي يا حامد. برضك هيقول لي حامد. مفيش حد حدانا خالص اسمه حامد. الرقم غلط. لا بقول لك ايه. هو انا كل ما اكلمك هتقول لي الرقم غلط؟ حامد بلاش الشغل ده معايا. يا تجيب الفلوس اللي عليك يا هعمل معاك السليمه. اقول لك على حاجه زينه. اعمل معايا السليمه. معالم رمم. دي نمرة تانية. ألو. مساء الخير. مساء النور. أنا حامد. حد سأل عليا؟ لا ده أنت بتهزر. بتهزر. أنت مين يا كوميدي؟ يا كبير. أنت طلعت خفيف قوي. أنا مهزر معاك يا عم. أنجز. مين؟ أنا راجب الحوت. حوت كير. الحوت اللي وقع
منك. هو ابوك ما حكلكش على ايه؟ ايوه 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 لا مؤاخذه يا حاج، لا مؤاخذه، بس يعني كنت نايم والوقت متاخر وكل الناس نايمين دلوقتي. الوقت متاخر يا عم، ده الساعه لسه ما جتش 3 الفجر. يعني لسه اليوم ما ابتداش. امرني يا عم الحاج، في حاجه ممكن اساعدك فيها؟ كنت عايز اشوفك يا اخي، وحشني. ده انا ما شفتكش من ساعه ما كنت عيل صغير. انت عارف ان انا كنت بغير لك كفوله بنفسي وانت كنت عامل. مالهاش عايزه التفاصيل دي، مالهاش عايزه. امرني. عايزك تجي المكتب. عشان نتكلم شويه في موضوع شغل. تمام، متى؟ بكره. تمام تمام، خلاص هستناك بكره عندي. سلام عليكم. عليكم السلام. انت باينك راجل تقيل. حامد حامد يا كبير. يا كبير في ايه يا ولي؟ هو في حد كان بيتصل؟ ايوه في حد كان بيتصل. خمدي النهارده ما باينلوش نوم، اروح اتفرج على سبيس تون. الكبير وصل يا رجب بيه. خليه يتفضل. اوكي تفضل حضرتك. يا ساتر، مساء الخير يا حاج رجب. اهلا 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 بابن الغالي. يا ده انت نسخه من ابوك الله يرحمه. خلاص يا حاج. صحيح يا عالم، ده اللي خلف ما ماتش. ما ماتش كورة. قلبي دي. على فكرة يعني أبويا ياما كلمني عنك. كلمك قال لك يا ابني ده اللي بيني وبين أبوك ما يضحكيش. اقعد اقعد اتفضل يا كبير اقعد. أهلا أهلا أهلا. إيه يا ابني اللي عملته ده؟ والله مالي ما عملتش حاجة. يبقى في حد غريب بيننا بقى هنا. أنت اللي بتعملك ده. معلش يا ابني أصل بطني ماشية عليا شوية. ربنا يديك الصحة، هي بتبقى غازات. أنت صدقتني يا كبير، دي لعبة. أنا مسجل الصوت هنا على الموبايل ده وأحب ألعب بيها مع الناس، أحب أعمل في الناس مقالب، مقالب طوب. روش يعني بتروش. نفس الكلام نفس الوزن وال ده منها تبقى ليلة سودة. عمرني يا حاج عاوز إيه؟ على رأيك نقول بقيمة الشغل لأن أنا موضب لك سهرة جان من. لا لا اعذرني انا من جو السهرات دي، لازم انا اعاود البلد النهارده. يا ابني انت مالك؟ انا طالع جد لمين؟ ده ابوك كان هلس واخر مسخره. ربنا يحفظك يا باشا، ربنا يحفظك، ما تدوسش عليه غير الرحمه. يأمرني يا حج. الغرض انا وابوك الله يرحمه عملنا شركه مع بعض من 10 سنين، وكنت متعود ان انا ابعت الارباح بتاعته كل سنه، ودلوقتي طبعا عايز ابعت لك الارباح بتاعتك انت كمان كل سنه، ولو تحب يا ابني نصفي ونفضها على البركه برضه. والله انا ما اعرفش اقول لك ايه، يعني ما بقيش كيفك ناس في الدنيا. خلاص دلوقتي اللي يطول ياكل اخوه ياكله، يعني انا تحت امرك اللي تامر بيه. عيب يا كبير ما تقولش كده، انت زي ابني بالظبط، انت من ريحه الحبايب يا كبير. خد لك سيجاره واديني سيجاره من العلبه دي. ماشي يا حاج. يا حاج يا حاج ما تفكك كده كبير، مالك متجبس صخصخ كده؟ كهربني تقول لي صخصخ. قول لي اخبار اخوك جوني. جوني؟ انت تعرف جوني؟ انت شكلك انت وابوي كنتوا كيف راسين في الطاقيه. احنا عشت عمره كبير. استنى ده انا عندي شويه صور لابوك. هتعجبك قوي. ايوه رجب بيه، مدام تونه مستنيه حضرتك بره. تونه ناعمه وحلوه وموت فيها. ده مؤاخذه كبير، انت عارف لو سبت التونه لوحدها تحمد وتبوظ. تبوظ؟ تبوظك من خدك. مش عيب تقلش مع واحد سن ابوك؟ انا اسف، انا قلت يعني اجاري الجو يعني. جاري كبير جاري. خد العب بدون غطا ما اجي لك. بما ان راجل خلل. يا وجع مربربه. ده باين لي مرار طافح. طبعا ما انتش فاهم حاجه. لا ما فهمش. ده اكبر مقلب عملته في ابوك. في يوم من الايام من 25 سنه. 25 سنه كيف؟
من 15 سنة. لا بردك مش منطقية. يوم من الأيام وخلاص لقيت أبوك داخل عليا من باب المكتب. تفضل يا حاج. أنت إزيك يا سلوى؟ تمام يا حاج، تحب تشرب إيه؟ والله لو من يديك الحلوين يبقى فنجان قهوة وش تقيل معايا تشالس غير بسكينة معجون. من عينيا يا باشا. حبيب قلبي، بقول لك عاوز البن بتاع رجب مش البن بتاع الضيوف. لا ضيوف ايه؟ هو انت برضه ضيوف يا حاج؟ هو ده العشم، ده احنا ياما حاربنا سوا. اديله. اهلا 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 كبير رجب صديق السوق. سوق خضارة. ما تبطل جلسه عادي يا رجب، بطل جلسه. ايه يا عم غطسان فين اللي من دول؟ مشاغل مشاغل كتيرة. مشاغل كتيرة؟ طب ايه رأيك ان انت حظك في رجليك؟ مش معنى لان النهاردة معزوم على حفل عيد ميلاد بتاع واحدة صاحبتي عاملاه في الفيلا بتاع بنت خالتها في المنصورية. ايه رأيك؟ جاي معايا الطلعة دي؟ والله كان بودي بس انت عارف يعني جو الطرط والطراطير ونجر ورا بعضينا قطر والدلع يا حبيبي على الساحة وجو ده ما بقاش فيها صحة. أنا بنجز على طول. ما أنا عارف إن أنت بتنجز على طول عشان كده هي عاملاها عضيق. عضيق كيف؟ يعني أنا وهي وأنت وبنت خالتها. ما تقول كده، إذا كان كده يبقى ليتس دوت يا صديق السوق. سوق طلات. بطل جلش عادي، بطل جلش. وبعدين يا رجب بقالنا ساعتين قاعدين هما مش نازلين. لا طالعين. حب على يدك كفايه قلش. قرية كبير الليل لسه في اولها وبعدين يعني هما بيظبطوا الميك اب. انت عارف يا كبير الستان لازم يظبطوا الميك اب. ميك اب ايه يا عمي؟ دول لو بيمحروا شقه كانوا خلصوا. لا كانوا بياضوا. بس 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 احسن قوم. ومين التريلا القلاب دي؟ دي بنت خالتها. ده اللي عديق يا رجب؟ ده اللي عديق؟ اهلا 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 تفضلوا تفضلوا. اهلا يا بنات. ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ اهلا يا رورو عامل ايه؟ انا كويس قوي. ايه ده؟ ايه؟ ده انت خصيتي خالص. اه منك انت يا بكاش. خليني اعرفك بقى بصديق عمري الكبير قوي 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 عشرة عمر. مفيش حاجة غلط عملتها في حياتي إلا لما كان معايا فيها. يا كبير خليني أعرفك بشهوير. هاي. أهلا وسهلا. وما هي طاز؟ ما هي إيه؟ ما قلت لك ما هي إيه. كل سنة وانت طيبة يا حبيبتي. وانت طيب يا روح قلبي. بنحب بعض قوي. اسعد بخيت ببخيتي. منورة يا ما هي طاز. ميرسي. قوم يا رجب وديني الحمام يا رجب. استنى هوديك انا. نزلي اسك حوالي. خلاص خلاص انا هوديه. هو انا غريب عن البيت؟ انا عارف السكه. اتفضل يا كبير. كفايه الضحكه دي. خلاص مش هضحك تاني. ايه ده؟ ايه ده؟ شفتي زقيني ازاي؟ صحته حلوه قوي. واو فيري فيري سترونج. ايه يا رجب؟ ايه يا عم الكبير؟ البنت جميلة ورقيقة وزي الفل. انت تستهبل، انت جايبني تعمل فيها مقلب. مقلب؟ انت متضايق منها تخينة حبتين؟ لعلمك بقى يا كبير، الست كل ما تملى معاك يبقى أحسن. بتملى ولا تتنيل ولا تجوزها؟ نوع الستات ده مخرة، دي عاملة زي شغل الموبيليا الدمياطي بتاع زمان، خشب عريض، تنجيد قط، بس فين مضغوط زي شغل السيد بتاع دلوقتي. ما يخصنيش الكلام ده، أنا عايز أمشي دلوقتي حالا. مش فاهم قول بشويش فاهم. عاوز امشي دلوقتي حالا. اه اوكي. خلاص مش عارف. بص دي بقى هي نص ساعه هنقضيها بالطول والعرض وبعدين نتكل على الله. ها ماشي ماشي. بس اسمع بشرط واحد، ما تفرقليش لحظه ولا ثانيه واحده. بس يلا بينا بقى احسن احنا سايبين البنات بقى لها كتير كتير مشلتت. انت راجل جالس لازم نقطع معاك. وي طحينا من النوم. لما أخذ يا بنات اتأخرنا عليكم. ولا يهمك يا رجبتي يا حبيبي. شفيتم شفيتم. شهوير تعالي يا حبيبتي عشان أديك هدية عيد ميلادك. يا رجب رجب اقعد.
خلاص خلاص مش هديها الهدية، هعلمها الساعة خمس دقايق وراجع على طول. ماشي 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 ولا قاعد؟ باي يا جلس، باي يا جلس، الله يتعبني. خد هنا، خد هنا. أنت يا ولي، تعال قول لي أنت منين؟ من الصعيد. واو صعيدي؟ بموت في صعيدة، بحب الجنوب كلهم. قول لي منين من صعيد؟ من بلدك ده يعني. أيوة اسمها إيه يعني؟ أنا أعرف كل البلاد. اسمها المزاريطة. إيه؟ المزاريطة. في بلد اسمها المزاريطة؟ ده اسم ده؟ يا سلام، مستغرباها قوي؟ يعني إيه مهيطاز؟ لا، ده اسم تركي، معناه الزهرة متفجرة الأنوثة. لا بجد حقيقي، أصل أنا فيا عرق تركي. قصدك عرق بتلو. فكر يا إخواتي. شربات شربات. حقيقي بجد، تيزا جت من تركيا. تيزا جت من تركيا على اسكندريه ايام الملك فاروق، وقعدت هناك لحد ما بقى عمري 16 سنه، كل طفولتي قضيتها هناك. لا يا شيخ، بس ما اقولكش بقى، كنت على طول بين الميكروجيب وبين ميني جيب والدوكلتي والهوت شورت، ما اقولكش على يا ستار. يا رب يا ستار. انا حتى كانوا مسميني في اسكندريه فاتنه الاسكندريه. قصدك ميناء الاسكندريه. طرماي الاسكندريه. رجب حوش صاحبك عني. هتتبلى عليا ولي؟ رجب صاحبك جنني. ادي كمان الشباب دي في العربيه عمالين يكسروا عليا ويزنقوا عليا وخلاص هلبس. قلت لا ما بديهاش، رحت ضربه ايدي تحت الكرسي اللي جنبي مطلعه المفتاح بتاع العجل الصليبه ده، عارفه؟ عارفه عارفه. ورحت فاتحه باب العربيه ونازله بقى، قلت لهم لا ده انتوا مستقصديني بقى، ده انتوا ان شاء الله كده ان شاء الله بتسقموا عليا. تجيب عيل ضربه برشام ولا سكرانين ولا حاجه؟ بضرب بعيني كده اهو يا حبيبي، بس لقيت لك عربيه الاتاري معديه، قعدت رادي عليهم اقول لهم يا اتاري يا اتاري يا اتاري، اتاريهم منفضين لي، بس انا سديت. يا ولي حرام عليك، كلت نفوخ يا ولي، كلت نفوخ بجد. ابتدى اكل في نفوخك يعني؟ ابتدى اثر فيك؟ من اي حاجه اقولها لك تجيبها لي ناحيه قله الحياه. ما تهدي يا ولي، اهدي. انت اللي هادي زياده عن اللزوم، انت اللي هادي قوي. زيادتي كبت. الله الاغنيه دي حلوه قوي، ارجوك تعالى قوم ارقص عليها. نزلي يدك، نزلي يدك، قوم ارقص عليها. قومني، عايزين سلب عشان اقومك. عاوز سلب. رحلقت وقعت وكنت هتموت، انا كنت فاكرها بقيه الرقصه وانك اتدمجت. تاني الضحكه دي تاني، والله هلفش عليك. ايه القمر ده؟ انت نشفت وبقيت فله، والروب بتاعي هياكل منك حته. متشكرين يا حجه، متشكرين على الروب. عايز اقول لك ان انت كنت في البسين ايه زي القرموط، امسكه من هنا يزفلت من هنا، امسكه من هنا يزفلت من هنا. ما تهدي يا ولي، هدي. خلاص بقى يا كبير، ما تعجننش اليوم، يوم من عمري. قوم من جنبي مش ناقصه. خلاص انا هقوم فعلا، لان انا عايز اوري عربيتي الجديده لشهوير. ايه ده انت جبت عربيه جديده؟ امال ايه، وسته سلندر والماني، دي عليها حته صالون، صالون برغوه. رغوه متوحشه. شربات جالس. دمك شربات، دمك شربات، مش ممكن. عايز اقول لك وانت بترقص وعمال تعمل افانسيهات كده شمال ويمين وورا، ايه بتاعت ورا دي؟ وايه الزحلقه دي؟ مايكل جاكسون يا اخواتي. يا ولي انا كنت كعبل واموت. لا بعد الشر عليك، ما تقولش كده في وشي. مالك في ايه؟ اصلا انا حاسه قليل قوي مع الرجاله. اول راجل عرفته كان جسر ابن عمي، ومات برضو وانا بهزر معاه زيك كده. وقع في البول؟ لا وقع من فوق كوبري الساحل. لا اله الا الله. بس انا قلت عادي، اي واحده بتهزر مع البوي فريند بتاعها ممكن يحصل كده. خلاص خلاص مش لازم تفاصيل، يعني بطني مقلوبه. بس الحمد لله ربنا كرمني بواحد زي الفل اللي اتجوزته اسمه سعيد سينجر. وده مات برضك؟ لا بعد الشر عليه، هو بس لا بينطق ولا بيتحرك ولا اي حاجه، يا دوب نفس داخل طالع بس. عملت فيه ايه يا ولي؟ انا ما عملتش حاجه، ده هو اول يوم جواز، انا ايه بحب اتمرح كده على سرير واتقلب براحتي. خلاص خلاص الله يرحمه، مات مكوي. ما كانش قصدي، انا كنت بتقلب. وانت الغلط مش عليكي، هو اللي غبي، حد يوقف قدام القطر ويزعل انه داس. انا قلت بقى اتعلم من اخطائي واجيب سريرين في الاوضه عشان الجوازه التالته كل واحد يتقلب براحته بقى. هو لسه فيه تاني؟ اه يا اخويا صبح البشبيشي، ربنا يفك سجنه. صوري النهارده عشان عيد ميلادك، شعرك حلو قوي. ميرسي يا روحي. صوري النهارده عشان عيد ميلادك، عينيكي حلوت قوي. ده عشان عيونك حلوه. صوري النهارده عشان عيد ميلادك، شفايفك احلوت قوي. يا نهار اسود. ايه مين ده اللي في العربيه؟ ده اخو مهيطاز. ويعني لما يبقى اخو مهيطاز اسمه ايه دي؟ ده شراني اللي جابه على سهوه. سهوه ده باين عليها تقلب سهوه ساده. خبيني خلاص. يلا يلا اسود. يا شباب مش عشان الفرقه دي ضايعه هننزل نهزر، احنا عايزين نعمل عليهم سكور. انا مش عايز جوني ده يتكلم تاني في الامريكان فوتبول، انا عايز اخر علاقته بالامريكان فوتبول الكرة اللي هياكلها بعد الماتش.
Okay. Okay. Let's go. Yeah. All right, guys, bring it in. Bring it in. Let's go. Everybody in here. Let's go. Let's kick some butt. All right. Ah. On three. One, two, three. USA. USA. Hey. Go. هي اللوزر جاهز عشان تخسر لوزر 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 تنسمه كرر قوي بعدين يا مان الجيم لسه ما ابتداش هنشوف مين اللي هيضحك في الاخر انا طبعا انا شايف فريق الامريكي تقريبا هو اللي كسب قرعه بدايه المباراه وشايف كابتن جاك بيستعد عشان يبدا ضربه البدايه لمباراه كره القدم بين القروش الامريكيه وفريق المزاريطه الكرة بتوصل لجوني جوني بيلعبها بالعرض لمناع مناع بيبص على هجرس وبيلعبها له طويلة قوي بياخدها هجرس هجرس بيروح وبتتاخد منه واللاعب الامريكي بيديها للامريكي الاخر والامريكي الاخر بيزق وبيخش ومش همه ورايح ناحية جون المزاريطة بوب 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 وجابوا جول بكل يا جماعة لا ما ينفعش كده يا جماعة دفاعنا يركز شوية ما ينفعش كده جمهور حزين جدا الفريق الأمريكي بيحتفل بطريقة بولينجاوية بولينج يا جماعة والنتيجة أصبحت 6-0 لفريق شاركس أو القروش الأمريكية أنا نسيت أقول لكم يا جماعة إن الهدف في كرة القدم الأمريكية بستة وفي الركلة الأرضية دي لو جت بتتحسب بنقطة وبيلعبوها وجت للأسف والنتيجة أصبحت 7-0 القروش الأمريكية أي لوزر بتعرف تعد لحد كام؟ امشي يلا امشي برضو ضحك برضو ضحك أوفر وشايفين دلوقتي بداية هجمة للفريق المزاريطة على الفريق الأمريكي بتتلعب دلوقتي بتروح للمزاريطة الله لا 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 إيه الضرب ده إيه الضرب دي مش كرة يا جماعة أبدا لا 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 والفريق الأمريكي مش أخلاق رياضية أبدا لا 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 وسالم يا عيني في واحد ماسكه رغم إن هو تخين مش قادر برضه وبيتضربه وبياخد الكرة وبينتهز الفرصة وهجمة خطيرة خطير جون يا جماعة جون تاني للأسف فينا جون للأسف فينا تاني في فريق المزاريطة أنا شايف أحد إداري المزاريطة نازل بيعترض بصورة كبيرة جدا أوفسايد يا عم أنت يا عم أنت هتجرسنا ولا إيه مفيش أوفسايد في كرة القدم الأمريكية والله العظيم أوفسايد أوفسايد يخرب بيتك يخرب تغريدية حسبي الله ونعم الوكيل هتفضحنا هتفضحنا الكرة أوفسايد يا منتشي يا حكم يا منتشي منتشي على العموم جوني راح يهديه وبيطلعه بره وهيكملوا المباراة والركلة الأرضية بيشوطها هيجيبها كالعادة مش عارف والله مين بيشوط ده واحد أمريكي وخلاص وبيجيبها للأسف والحكم بيصفر وكده بينتهي الشوط الأول من مباراة كرة القدم الأمريكية بين الفريق المزاريطي وفريق الأمريكي بنتيجة كبيرة جدا يا جماعة 14-0 نتمنى إن الشوط الثاني الشكل يتغير لأن لو فضل الوضع على ما هو عليه كده ممكن الفريق الأمريكي يعمل علينا نتيجة تاريخية وبعدين يا جون احنا بجد هنخسر احنا ما رحناش الناحية التانية ولا مرة لغاية دلوقتي احنا ما جيناش الماتش أصلا يا معلم بعدين ايه هنخسر دي 14-0 ولسه هنخسر كوبايه ميه يا اخوانا الراجل هيروح مننا بلاش ميه الحق اتشاهد حاضر حاضر ثانيه واحده حاضر حاضر ولا فين انت بتهبب بتعمل ايه بتهبب بتتليل ايه يا حمد ايه ستفكك منه هو هيموت واحد قطر قطر تحت كيفك يا جوني بي يلا اجهز اجهز كيف انا اتمكج حط ميك اب والبس لي جلابيه حلوه كده وارسم عينيك صوره انت هنهزر اتنيل ده سخن عندنا تنزل تلعب معانا العب كيف اني اه انا ما قلتلكش حاجه صح سوري اصل نسيت انك حرامي ايه اللي بتقوله ده بص هي لعبه باختصار توماس تعال احكي له انت تعال احكي له انت بقى اوكي بص يا قطر الموضوع بسيط احنا عايزينك قطر ايه يا جماعه ما بتشجعوش ليه تشجيع اهبل خيبه ما شايفاش الجوان اللي عماله تجي فوق دماغنا
ماشي هدية ماشي، خليكوا ساكتين. بالك كبير ما جاش ليه يعني؟ انا ناظر الست هدية هناك اهي، ليه بيجهز الواكل في البيت؟ بعد الماتش يا طبازه، بعد الماتش سلموا نفسيكوا الاشرف هيعمل معاكوا السليمه بس قدامك. سيداتي أنساتي، نعود للوصف التفصيلي للشوط الثاني لمباراة كرة القدم الأمريكية بين فريق شاركس الفريق الأمريكي وفريق المزاريطية. الفريق الأمريكي بيلعب بنفس التشكيل اللي بدأ به المباراة، أما الفريق المزاريطي فنزل لعيب جامد جدا، شكله هو اسمه بس غريب شوية، اسمه القطر، وطبعا مش القطر اللي احنا عارفينه لكن ده اسم اللعيب، واعتقد ان هو لعيب سريع جدا عشان كده طلعوا عليه اسم القطر. جوني بيبتدي الهجمة، بيشوطها بتروح لأحد لعيبة أمريكا بيقول لهم روحوا، لكن القطر اللي لسه نازل بياخدها وبيعدي القطر، بيروح يمين وشمال، ده سريع قوي، لا لا لا، ويلف وفنت ومعدي، الله أكبر يا قطر، إيه عم الحلاوة دي، الله عليك يا قطر، الله، وقطر بيجيب الجول الأولاني، يا سيدي يا قطر، يا عيني يا قطر، يا ليل يا قطر، إيه الحلاوة دي يا ابني، ده أنت مش قطر عادي، ده أنت قطر إكسبريس. وكابتن توفيق نازل الملعب واحتفاليه كبيره جدا بالهدف الرائع اللي جابه قطر، بنرد عليهم بقى، انت تقول لي بولج، لا انا اقول لك سناره، احنا اصطدناكوا يا معلم، اصطدناكوا في الجول اللي فات دوت. حاسب الدنيا، حاسب بس شويه، عايز ايه؟ انا المحسوب. مين قال لك الكلام ده؟ بتحلم؟ بتحلم؟ انا كوتش. اوكي، بس شوف بقى الشوطه الجايه دي، شوفها بس، شوف. اتفضل اتفضل اتفضل، وريني وريني. اوعى يا عم انت ما من... وزي ما شايف توماس بيستعد يشوط الركله الارضيه، ربنا يوفقك يا توماس، عايزين نشوف ماتش حلو بقى ونقرب من النتيجه. وبيروح يا خلاص يا جماعه، خلاص حصل خير يعني، الماتش طويل وعمال ترجع لورا. يلا معلش معلش، يلا يا جماعه اتفضلوا، يلا معلش معلش، شدوا حيلكم يا رجاله، شكلكم كده عايزين تعملوا حاجه. الشوط الثاني النتيجه اصبحت 14-6. بعزق. ايوه انا سمعت ان الواد اللي بص اللي هيبقى ماسك الكوره، ايوه سمعت انه جاب سيرتك بكلام وحش قوي. انا قال لي قال سمعت انه جاب سيرة الوالدة برضو بكلام وحش بصراحة. الوالدة قال ايه؟ قال على الاخر صراحة انا كمان سألت بالصدفة كده ايه اكتر حاجة بتقهره، قالوا لي ان حد ياخد من ايده الكرة. كده طب خد لك ساتر انت. ايه؟ خد لك ساتر انت. والفريق الامريكي هيبتدي الهجمه، بيدهاله من ورا يمين وبيلعبها لقدام، وبعزق رايح، بعزق مصاب مش هيسيبه مش هيسيبه، بعزق، الله اكبر يا بعزق، ايه ده ايه ده يا جماعه، ده ايه ده، بينطوا فوق بعض كده ليه؟ لا 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 لا، وكله بيقع، وعلى فكره الحكم لا هيشوف الكره مع مين، وهتكون الهجمه مع الفريق اللي معاه الكره، هنشوف يا رب تكون مع الفريق المزق. وفعلا بعزق يا ولد، يا بعزق يا ولد يا ولد، النرفزه جابت نتيجه وفرحانين قوي قوي قوي، شوف الفرحه، الفرحه بيلعبوا الحجله الحجله. وزي ما انتم شايفين جوني بيتكلم وبيعدي، وعلى واحد واحد من فريق المزاريطه بيديهم خطه معينه تقريبا، هم بيحاولوا يتعادلوا دلوقتي، وربنا يوفقكم يا مزاريطيه. وهنبتدي الهجمه دلوقتي، الهجمه وتوماس بيديها المناع، ومناع بيديها بالعرض للنجم بتاعنا القطر اللي جاب الجول الاولاني، يعدي من واحد والتاني، وقفوا والتاني، بيلعبها بالعرض لجوني، جوني بيحاول يعدي بيحاول يعدي، واحد واقف له، بيعمل شغله باص كامل جدا ويعدي، وراح انفراد انفراد انفراد، يا ولد يا جوني، الله الله يا جوني، ايوه كده يا ابني، افرح وفرحنا معاك، هدف رائع وجميل جدا جدا جدا، بنقرب بالنتيجه يا جماعه، ايوه كده.
الفرحه جامده جدا، وكمان في المدرجات يا جماعه ايه المدرجات النسائيه عامله شغل جامد جدا وبيحتفلوا. هنشوف المره دي هيحتفلوا يعملوا ايه، هيعملوا ايه متجمعين، وبيحط كانها قنبله وبينفجروا يا ولد. حاسب جوني انا هشوط الكره تاني. انت ليك وش بعد شوط البطه اللي شوطتها؟ عايز شوط تاني؟ احنا في عرض بوينت يا جوني. بص انا هصلح غلطتي. وسح انا اللي هشوط الكره دي. امشي يا مجنون. بقول لك انا اللي هشوط الكره دي. اعزاء طبعا تشوط الكره دي. احنا لسه كنا فاتحك في الموضوع ده مش كده؟ طبعا طبعا. يلا يا بعزة شجعني شجعني. انا شايف بعزة راح يشوف. بعزة بعزة هو اللي هيشوط الركله الارضيه. اتمنى لك التوفيق يا بعزة. يا رب يا رب. ايوه ايوه بعزة دي جوه. مش عارف ايه حكايه الركله الارضيه معانا. بعزة بيبعزقها بره خالص. على العموم قربنا من نتيجه واصبحنا 14-12 وكده وصلنا نهاية الشوط الثاني من مباراة كرة القدم الأمريكية المزاريتا 12 الفريق الأمريكي 14. هنروح لاستراحة قصيرة ثم نعود وننقل لكم الشوط الثالث. فاضل لنا الشوط الثالث وشوط رابع. ربنا يوفق فريق المزاريتا بإذن الله. إيه اللي حصل لكم؟ إزاي ياخدوا مننا النقطتين دول؟ Honestly, the fast guy they just brought in, we have to take him out. Okay, I have a plan. وبنبدا الشوط الثالث. ريتا 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 شدي حيلك يا مزاريتا. نتمنى التوفيق النهارده. واجمل الفريق الامريكي بيديها كالعاده ورا، بيلعبها ورا تاني وبيلعبها طويله. لا لا دخله قويه جدا. لا 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 ده عايز يخلص عليه ده ولا ايه؟ قطر تقريبا. قطر ايوه هو قطر. تعور اصابه قويه جدا. الغماوي اسعاف ادو اسعاف. وانا شايف جوني بينده على عربيه الاسعاف وتوماس جاي. ايه ده ايه ده يا عم ده ايه ده قمار اسعاف. يعني ظريف ظريف يعني. المهم اي وسيله نقل تنقل قطر يعني. سبحان الله قطر هينقل حمار. ايوه حاسب يا عم رجلي دي بتوجعني. انا هسوق. يلا حمار الاسعاف هياخد قطر ويشيله تقريبا مش هيكمل المباراه. وهجمه للفريق المزاريتي على هجرس. وهجرس بيبص وبيحاول. ايه ده يا عم ده بيضربه وهو رايحين لهجرس ده بيشيله. ايه جاك يا عم؟ ايه جاك كابتن الفريق بتاعهم ده؟ ولا كابتن ولا حاجه. ايه ده الراجل حاسبها جول؟ ايه ليه؟ ايه ده؟ ايه جاتكم العرب؟ وركله وكالعاده جول. كده النتيجه اصبحت 21-12 ولكن ما زال هناك امل. وكمان الحكم بيصفر نهايه الشوط الثالث. كده فاضل شوط وتنتهي المباراة. ما فقدناش الأمل، ما زال هناك شوط رابع بإذن الله. وإن شاء الله يكون عند المدرب تغييرات إيجابية. إن شاء الله نقدر نعوض الأهداف اللي ضاعت مننا في الشوط الرابع. هايل يا شباب هايل والله. يعني نتيجة معقولة قوي. 21-12 كويس قوي. إحنا كنا فين وبقينا فين؟ أنتوا عملتوا جهد جميل. مش عاوز معنوياتكم تبقى في الأرض. مش معنى يعني ان قطر رجله اتكسرت يبقى خلاص. يعني انتوا كلكم احسن من قطر. ده مهما كان حرامي والجريمه لا تفيد. اوكي قطر اتصاب، مين ممكن ينزل مكان قطر؟ انا اللي هنزل يا جوني بيه. تنزل ازاي يا ابني؟ انت مش عارف تقف على رجلك. ليه ليه ليه؟ ادي رجلي بيجي تعال. والوسطى عندي كانت انا بطالي ربطه زين وانا قادر ادوس عليها. الموضوع مش موضوع دوس على رجله خلاص. ده جري جري وباللعب تران. وبعدين لا قدر الله حصل لك حاجه يعني مش هعرف تقف على رجلك دي تاني. وانا ضميري هيأنبني مش هعرف انام اتليست يومين ثلاثه. خليها على الله يا جوني بيه. شعر ايدي وقف. انا اشعرت مش ممكن يا جماعه. ايه الكلام الحلو ده؟ شايفين الروح؟ هي دي الروح. كلنا عايزين نبقى فزاع. كلنا فزاع. دي انا اقل حاجه قدامها في الموقف الصعب ده يا جوني بيه. الواحد مننا يا اخوانا لازم يبقى لما انت هتزيط هتزيط هتبقى بقى كوتش وتقعد تنظر اتنقل البس يا من جنابك. ايه ده؟ انت هتقول له ايه ده؟ ما هو متعلم منك. ما هو كلهم ما شايفين المنظر. كل ما ادور ظهري تقعد تملى انت وتزيد. اهو اهو كله بقى كوتش. جوني
ما تزيدش انت عشان انا لسه ما قلتلهمش يعني ايه لوزر. الشوط الرابع والاخير من المباراه، وزي ما احنا شايفين فريق المزاريطي نازل الملعب ولاعب جديد نازل يا جماعه. فزاع فزاع. انا عارف قبل المباراه قالوا لي ان فزاع كان متعور اصابه قويه جدا في رجله، ولكن تحمل على نفسه. نتمنى التوفيق لفزاع والفريق المزاريطي في الشوط الرابع اللي من خلاله هيتم تحديد نتيجه النهائيه للمباراه. تدي ومناع بيستعد، بيديها لجوني، وجوني بيجري بيحاول يعدي بيحاول يعدي، بيبص الفزاع هيلعبها اهو، هيلعبها الفزاع. فزاع فزاع قوي جدا، بيفزع اي واحد قدامه مش عارف يعمل ايه. حطها جوني يا رأي. ايوه كده ايوه كده ايوه كده يا عمي، الله اكبر. النتيجه بتقرب يا جماعه، والشوط الرابع وما زال عندنا امل ان شاء الله. ونشوف هيعملوا ايه المره دي. المره دي فزاع موقفهم وبيرمي، ايه ده، رشاش وبيموتهم كلهم. الله الله اكبر يا جماعه. كده النتيجه بقت 21-18، وانا شايف جوني داخل على الركله الارضيه. ربنا يستر ما لناش في الركله الارضيه، بس جوني بقى ده النجم بتاعنا. راح فين؟ انا الامان بقى ان انا صوت. امشي امشي اتجاه، انت تستقبل دور انا. ولا انت ولا هو ولا المجنون ولا صندو ولا بندق. انا ما شطتش خالص. انا اللي هشوط. هنهزر؟ ايه ده؟ انا الكوتش. مين الكوتش؟ ما سمعتش. مين الكوتش؟ انت انت. يلا هناك. شوط. اي حد يعدي يقول هشوط. هنهزر؟ عشان وطرتوني. انت مش مشكلة مش مشكلة، قربنا بالنتيجة وان شاء الله نقدر نعوض في الوقت البسيط المتبقي من المباراة. الماتش ده خلاص فينش، واحنا اللي كسبانين ومش عايزين نجيب جوان تاني، بس عايزين نعلم جوني وفرقته درس مش ممكن ينسوه. اوكي اوكي. يو اس اي اون 3 1 2 3. يو اس اي ليتس جو. احنا مش هنضحك على بعضينا اكتر من كده، احنا خلاص كده كده خسرانين. انا مش فارق معايا مكسب ولا خساره بصراحه، انتوا طلعتوا رجاله، لعبتوا لحد اخر الوقت زي الرجاله، وكان على الكوره اكلها. انا كده كده كنت عامل حسابي وصايم من امبارح. هو فاضل دقيقه، تعالوا يا جماعه نلعبها زي اول دقيقه، عايزين نخسر بشرفنا. يا رب كثر.